الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. أهلا بكم. الأشعة التداخلية دورها في التعامل مع البروستاتا دور مهم جدا، وكذلك الدوالي، بس أنا هتكلم على البروستاتا في الأول، لأن البروستاتا كانت زمان قوي عملياتها كعملية جراحية محفوفة بالمخاطر. احنا بنتكلم على منطقة فاسكولار جدا، منطقة فيها أوعية دموية، فيها أعصاب شديدة الأهمية، فكانت العملية فيها مغامرة كبيرة. ويمكن لا يخفى عليكم طبعا تضخم البروستاتا الحميد، أعراضه هنفهمها النهاردة يعني وهنستوعبها جدا. مكان ابن لذينة البروستاتا دي قافلة على يعني على المثانة، تحت المثانة قافلة على مجرى البول، بتحيطه، لو تضخمت هتضغط عليه فيحصل احتباس في البول. مش بس احتباس، يعني مش الاحتباس دي كلمة يعني لها درجات ولها معاني. حياة الإنسان بتتحول إلى جحيم، لا بيعرف يحضر اجتماع، ما بيعرفش ينام كويس لو هو، وطبعا هو كبير في السن، فالنوم في حد ذاته بالنسبة له مزعج. عنده مثلا مشاكل في القلب، عنده مشاكل في الضغط، عنده مشاكل، ولو هو في سكر هيتلخبط، يا ترى انا كل شويه اروح الحمام عشان السكر، ولا كل شويه اروح الحمام عشان البروستاتا، ولا عشان الاثنين؟ وهم الاثنين قد يلعبوا دور مع بعض. ما هو في ساعات تبقى المصيبه يجي لك اثنين حراميه في نفس الوقت يسرقوك في نفس الوقت، سكر وبروستاتا، وليهم نفس الهدف او نفس الاعراض. يعني الاشعه التداخليه حلت لنا مشاكل كبيره قوي في المنطقه دي. المنطقه زي ما قلت لكم، لو تخيلوا مثلا ان علي الكسار النجم الرائع ده توفى بسبب عملية جراحية في البروستاتا في الستينات. شوف العمليات الجراحية في البروستاتا اللي هي جراحة بقى، افتح وبتاع مش عارف ايه. عشان كده التدخلات المحدودة والتدخلات البسيطة طبعا ده ما عادش بيحصل دلوقتي. عملية البروستاتا حتى بالليزر، حتى بالاساليب التانية، ما بتعملش المضاعفات دي، لكن الأشعة التدخلية لعبت دور جميل جدا جدا في ان العينين الخايفين، العينين المرعوبين، هيبداوا يفهموا النهارده المسائل بتتحل في دقائق معدوده. ضيفي العزيز الرائد القدير لهذا العالم اللي بيسعدني بهذا العلم الغزير وبحضوره الرائع والتفصيلي للاشعه التداخليه، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه في بكليه الطب جامعه عين شمس، وسكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، وعضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه التداخليه، والجمعيه الامريكيه للاشعه التداخليه، واللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التداخليه. ضيف العزيز اهلا دكتور ايمن. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. نور البروستاتا النهارده حلقه رجوله قوي، حلقه رجوله الحقيقه، حلقه رجالي. بروستاتا دوال رجوله يعني النهارده الحلقه ليست رجوله، يعني من ناحيه الرجال الجنس وجدعنه. وجدعنه هي الحقيقه حلقه مميزه ومهمه، لان ده موضوع حيوي جدا وبيشغل كتير جدا جدا من الرجال. موضوعين اللي هنتكلم عنهم هما موضوعين ما مش موجودين في الستات. لا الستات عندها بروستاتا ولا الستات عندها دوال الخصيه، فهي حلقه رجالي بدرجه 100%. ودي حلقه برضو لو هتكلم على البروستاتا تندرج تحت حلقات الانقاذ. يمكن احنا المره اللي فاتت قلنا الاسبوع اللي فات انقاذ الغده الدرقيه، النهارده انقاذ البروستاتا. بس وان كانت الحلقه رجوله جدا، لكن الستات هتفرجوا علينا جدا. ليه بقى؟ هيتفرجوا علينا حاجتين. اولا اللي عندهم بروستاتا متضخمه هو بيزعج مراته كل شويه بانه رايح كل شويه الحمام وراجع، مشكله اجتماعيه يا دكتور، وطبعا هو حاسس باكتئاب ومش قادر يخرج ولا قادر يروح معاه في اي رحله ولا قادر سفر كتير، يقول لا ما بسافرش، مش عايز يعمل اي حاجه. والدوال الخصيتين عامل من عوامل تاخر الانجاب. صحيح. فالستات هيتفرجوا علينا النهارده يعني بالدقة. هو بتمس الستات من الناحيتين، من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الطبيه لتاخر الانجاب زي ما هنتكلم. عظيم. هنبدا بالبروستاتا. البروستاتا زي ما حضرتك تفضلت طبعا دي عضو في اسفل المثانه، او بنقول تحت عنق المثانه على طول. البروستاتا حجمها دايما بنقول زي حجم اللوزه، وحجم البروستاتا الطبيعي حوالي 25 جرام. المثانه زي ما هنشوف دلوقتي، المثانه بيخرج منها قناه مجرى البول، عشان المثانة لما بتمتلئ بالبول بتنقبض عضلاتها تدفع البول للخارج.
الحقيقة البروستاتا موجودة زي ما احنا شايفين اهو اللي بتشاور عليها دلوقتي، دي أسفل المثانة وبتحيط بقناة مجرى البول، مكان استراتيجي جدا ومهم جدا جدا جدا. ده اللي برضو ما عندوش فكرة هي فين البروستاتا. التضخم الحميد طبعا عايزين ننوه ان التضخم بتاع البروستاتا نوعين، تضخم نتيجة أورام أو أورام خبيثة، أو تضخم ده الأغلب والأعم تضخم الحميد. زي ما احنا شايفين كده البروستاتا الجزء البامبا ده والقناة مجرى البول الخط الأبيض اللي معدي فيه حوالين بتحيط قاعها حوالين قناة مجرى البول، لما بيحصل التضخم، والتضخم ده أحد عوامل السن، لما البني آدم بيتقدم به السن ويتغير الهرمونال باترن أو مستوى الهرمونات في جسمه بتتضخم البروستاتا عند بعض الناس، وفي نظريات كتيرة جدا عن أسباب تضخم البروستاتا، لكن احنا دايما بنقول ان دي حاجة من الايجينج بروسس، أو زي دايما بنقول زي ما قلنا قبل كده ده زي الشعر الأبيض كده، تتضخم البروستاتا يكبر نسيج البروستاتا، قناة مجرى البول بتعدي في النص، لما تكبر بتضغط أو بالبلدي بنقول بتخنق قناة مجرى البول. طيب هي قفلت قناة مجرى البول والمثانة هنا، اللي هيحصل إيه؟ المريض المثانة هتمتلئ، أو الشخص العادي المثانة هتمتلئ عايزة تنقبض عشان تضخ البول، هتلاقي مجرى البول مقفول أو مخنوق تحت بتضخم البروستاتا. يبتدي المريض يفضي جزء بسيط من البول بس ما فضاش كويس، يروح التواليت ويرجع تاني، عنده لسه مازال الإحساس فيروح يرجع تاني يفضي وبعدين يرجع تاني وهكذا، لأن هو البول ما بيفضاش كويس. حاجة تانية يجي لنا المريض يشتكي أنا ما بفضيش كويس، تيار البول عندي ضعيف نتيجة القفلة دي ما بفضيش كويس، بيقوم بالليل كتير عنده إلحاح في دخول الحمام، ممكن ساعات يسبقه، بيقول دايما المريض بيقول لي ده من البول بيسبقني. كل الأعراض دي سببها الانسداد اللي حصل في قناة مجرى البول من تضخم البروستاتا، وإن المثانة ما بتفضيش البول كويس، البول المتبقي ده بيبقى عرضة إن يحصل التهابات متكررة، فيحصل الريتيشن أكتر أو يحصل تهيج أكتر لجدار المثانة، يخش المريض في حلقة مفرغة بتنتهي بالأعراض وتغير العادات التبول عنده اللي بتحول حياته زي ما حضرتك تفضلت إلى جحيم، وتتحول البروستاتا إلى مشكلة اجتماعية كبيرة جدا جدا. الأشعة التداخلية بقى دخلت هذا العالم من الباب الملكي زي ما بيقول، دخلت بترحاب شديد. الحقيقة يعني كمية العيانين كبيرة جدا لأن ده مرض شائع، ومشكلة البروستاتا ان احنا العمليات الجراحية او العمليات يعني في جراحة او بالمنظار، هو زمايلنا الجراحين او المسالك البول كانوا بيعملوا ايه؟ احنا البروستاتا كبرت ضغط على قناة مجرى البول، هو كان بيخش بالمنظار من قناة مجرى البول وبيوسع حوالين قناة مجرى البول المنطقة دي علشان يدي سكة للبول يعدي بأريحية. كان في مشاكل في العمليات الجراحية، طبعا المشكلة العامة ان ده مرض السن الكبير، فكتير جدا من المرضى دول بيبقى عندهم امراض في القلب، بياخد ادوية سيولة ما يقدرش يتبنك، فكانت بيبقى مشكلة المريض بيعاني ومش قادر يعمل عملية، ده جزء من المرضى. الجزء الثاني ان في العمليات الجراحية وحتى المناظير لها بعض المضاعفات اللي مش لطيفة، منها وأهمها على الإطلاق القذف المرتجع، المريض بدل ما يقذف إلى الخارج يقذف إلى الخلف في المثانة، ودي حاجة مش لطيفة بتضايق كتير جدا من المرضى، أو عدم التحكم في البول بعد العملية الجراحية، لأن قناة عنق المثانة والمنطقة دي منطقة حساسة جدا، وعملية التبول عملية معقدة بيرتبط بيها جدار المثانة بالأعصاب، عشان الإنسان لما يتحصل إشارات من المخ تدي إشارات للأعصاب بتاع المثانة تنقبض ويرتخي عضلات الحوض، فالمنطقة دي فيها كمية أعصاب كبيرة ممكن بعد العملية تتأثر والمريض ما يتحكمش في التبول. من هنا المريض كان بيبقى محجم أو خايف من عملية البروستاتا، لحد ما جت
الأشعة التداخلية حلت المشكلة دي حل سلمي جدا جدا جدا. هي الفكرة ايه حضرتك؟ احنا البروستاتا كبيرة وخانقة قناة مجرى البول، وانا تأكدت من التحاليل وفي بعض الأحيان من العينات ان دي ما هيش أورام. فانا عايز كالعادة انا عايز أصغر او اخلي البروستاتا دي تكش بفصيها، الفص اليمين والشمال. فلو متخيل حضرتك البروستاتا هي وقناة مجرى البول في النص، بعد عملنا حاجة خلتها كشت صغرت، ابتدى زي ما احنا شايفين كده مجرى البول يرجع إلى قطره الطبيعي والبول يعدي بأريحية. لو عملنا كده يبقى ده حل سحري، وده اللي عملته الأشعة التداخلية. احنا ايه اللي بيحصل ببساطة؟ زي ما احنا شفنا الفيديو دلوقتي الانيميشن، هنشوف احنا بنخش بالقسطرة، القسطرة اللي هي الأنبوبة السحرية بتاعتنا اللي احنا بنقدر نوصل بيها لكل شرايين الجسم. القسطرة دي أنبوبة بلاستيكية حجمها حوالي 2 ملي، بتخش تحت بنج موضعي غالبا من شريان الفخذ زي ما احنا شايفين هنا، أو ممكن من شريان الإيد. بنوجه القسطرة دي الأنبوبة دي تحت جهاز الأشعة المتطور الكبير اللي هو جهاز القسطرة، واللي بقى حديث جدا وبيشوف حاجات دقيقة جدا ويوصل لأصغر الشرايين. نخش لشريان الحوض، نرسم خريطة شريانية لشرايين الحوض لحد ما زحمة احنا شايفين، نوصل نخش في شريان البروستاتا، الشريان اللي بيغذي البروستاتا، الفص الشمال والفص اليمين، نلاقي البطشة السودة دي الشرايين الداخلية للبروستاتا. بعد ما وصلنا بالقسطرة للشرايين اللي بتغذي البروستاتا، بنحقن حاجة اسمها حبيبات. الحبيبات دي حاجات دقيقة جدا جدا زي ما احنا شفناها الكور اللي كانت باينة قدامنا على الشاشة. بنقفل الشرايين الصغيرة اللي بتغذي البروستاتا بفصيها، بنقفل الشرايين تبتدي الدورة الدموية بتاع البروستاتا تقل، أي حاجة بتقل التغذية الدموية بتاعتها تبتدي تضمر وتكش، وده اللي بيحصل عندنا، تبتدي تكش البروستاتا بفصيها ويبتدي قناة مجرى البول ترجع لحجمها الطبيعي ويبتدي يحصل التبول بأريحية. أنا ما عملتش أي عمليات، دخلت البنج موضعي من شريان الفخذ، حقنت الحبيبات دي، عملية آمنة وإجراء سلمي بدرجة 100%. ده لأي حجم من أحجام البروستاتا؟ إحنا الحقيقة إحنا عكس الجراحة دايماً، أنا بقول كده دكتور أيمن، إحنا كل ما كبر حجم البروستاتا كل ما كانت في صعوبة في العملية وخاصة للمناظير. إحنا عندنا بتبقى أسهل لأن البروستاتا الكبيرة شريانها بيبقى أكبر فنخش فيه بسهولة أكتر. بالعكس إحنا عندنا كمان في جزء جدا قطاع مهم جدا من المرضى دكتور أيمن، ده سؤال حضرتك ده فكرني بيهم. المرضى اللي بيبقى عندهم تضخم كبير في البروستاتا عمل احتباس في البول، وإحنا بنشوف السيناريو ده مكرر حقيقة. المريض سنه كبير، البروستاتا كبرت بدرجة كبيرة جدا، مش قادر يعمل عملية، ابتدى يحصل عنده احتباس بولي، يركب قسطرة بولية عشان يفك هذا الاحتباس ويفضي البول. بيبتدي يشيل القسطرة، تضخم موجود، يحصل احتباس تاني فيركب قسطرة، فيضطر يركب القسطرة إلى فترات كبيرة، وده مشكلة خطيرة جدا جدا جدا. هو شخص ماشي طول حياته بالقسطرة ضمه، دي مشكلة. المشكلة التانية إن القسطرة دي حاجة متوصلة على الشارع، فبتبقى مصدر للالتهابات المتكررة والمزمنة عند في المثانة وفي الكلى، وممكن ساعات تأثر على الكلى كمان، فدي مشكلة كبيرة جدا. المريض ده ما كانش ليه حل الحقيقة، يعني هو مش قادر يعمل عملية وبيعيش طول عمره بقسطرة. قبل الأشعة التداخلية القطاع ده من المرضى ما كانش ليهم حل. الأشعة التداخلية أوجدت الحل السحري. احنا مش محتاجين ببنج موضعي، بنخش نعمل الحقن لشريان البروستاتا، تنكمش، بعد شهر نقدر نشيل القسطرة دي وتبول المريض بأريحية. المتابعة دايما ودرجة الفاعلية، متابعة درجة الفاعلية، الأعراض، التحسن بيحصل بعد قد ايه؟ احنا على طول بشوف المريض بعد شهر، ده شهر ده بيبقى فترة كفاية ان بتبتدي البروستاتا تبتدي في الانكماش، حجم البروستاتا بيقل وبالتالي الأعراض بتتحسن، وده مهم جدا. انا في اول زيارة المريض عندي بهتم جدا بالأعراض، بشوف الأعراض تحسنت بنسبة كام في المية، انا بقول له الأعراض تحسنت بنسبة كام، ودي مهمة جدا. وبعد ما يعدي عليه 3 شهور
ممكن نعمل رنين مغناطيسي زي ما احنا شايفين، على الشمال ده قبل الحقن وعلى اليمين بعد الحقن. احنا بنبص بعد شهر بالموجات الصوتية ونتابع الأعراض، وبعد 3 شهور بنعمل له رنين مغناطيسي. الحقيقة المريض بالشكوى نفسها هو أو بيحس بتحسن إكلينيكي بعدها بشهر على طول. السؤال المهم قوي بتاع المرضى حول القدرة الجنسية، ده أول سؤال، هل تؤثر لأنه هو على فكرة انطباع الناس عن عمليات البروستاتا أنها بتأثر على القدرة الجنسية. هو انطباع الناس عموما أن البروستاتا مرتبطة بالعملية الجنسية. فأي كلام عن البروستاتا دايما بيتبادر في الذهن أن هي ممكن يبقى فيه تأثير بصورة ما عن القدرة. لا، الحقيقة أنا بطمن كل المرضى. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنخش بأساطر دقيقة جدا، يعني حجم قطر الأسطرة بحوالي ملي واتنين ملي، وبنبقى شايفين شرايين الحوض بصورة مكبرة عشرات المرات. فالشرايين اللي بتغذي البروستاتا بنبقى شايفينها، الشرايين اللي بتغذي الأعضاء الجنسية بنبقى شايفينها، فما فيش مجال لأن احنا يؤثر ده ليه شرايين وده ليه شرايين. فدي الحقيقة غير واردة على الإطلاق مع الخبرة ومع أجهزة الأشعة أو الأسطار الحديثة. الفاعلية حقن الشرايين البروستاتا ده تقنية ثابتة ومستقرة، وابتدينا دلوقتي خلاص نعمل عليها كمية كبيرة. يمكن أنا كمان الكلام مش مرسل، يمكن معانا كمان صورة أبحاث اتنشرت في العالم كله. ده التقنية دي ظهرت من حوالي 10-15 سنة، وظهرت أبحاث كتيرة جدا جدا بتقارن كمان المرضى اللي عملوا جراحات أو مناظير بالمرضى اللي عملوا، لأن بقى في عندنا كمية مرضى كتيرة جدا عملوا التقنية دي، فقدرنا نعمل أبحاث بصورة موسعة ونقارن الناس اللي عملت عمليات والناس اللي عملت حقن. لقينا هنا لو هنبص على الأبحاث دي نسب التحسن هي نفس التحسن في الأعراض مع عدم وجود المضاعفات في الأشعة التداخلية، إن احنا ما عندناش عملية، ما عندناش جرح، ما عندناش تأثير على عملية التبول والتحكم في البول، ما عندناش قصف مرتجع. فده بقى ثابت ومستقر وفعال لا خلاف ولا جدال. السؤال المهم قوي اللي بيفرض نفسه في توالي الخصيتين، ان احنا قدام حاله بتؤثر على قدره الرجل على الانجاب بالفعل بقى، يعني علاقه الدوالي بتاثر، يعني لو كنا بنقول البروستاتا لا تؤثر على القدره الجنسيه الا ان الدوالي بالفعل بتؤثر على القدره الجنسيه. والدوالي الخصيه لا ما تاثرش على القدره الجنسيه عند الرجل، بس تاثر قولا واحدا طبعا القدرة الإنجابية. على القدره الانجابيه. دوالي الخصيه دي باختصار احنا يعني لو برضو عايزين نعرف ايه هي دوالي الخصيه، ده حاجه دارجه وموجوده كتير جدا في عالمنا العربي كله. حوالين الخصيه او اي عضو في الجسم بيبقى ليه شرايين بتجيب له الدم المؤكسد، واورده بتاخد منه الدم عشان يروح للقلب يحصل له اكسده ويرجع تاني. في مجموعه اورده زي شبكه صغيره كده موجوده حوالين الخصيه دي، بيبقى ليها قطر صغير جدا. الأوردة دي الشبكة دي بتتجمع لوريد كبير أو أنبوبة، على الناحية الشمال بتصب في وريد الكلى، وعلى الناحية اليمين بتصب في الوريد الأجوف العلوي. الوريد ده أو الأنبوبة دي اللي في البطن دي بيبقى فيها زي ما احنا شايفين هنا حاجة اسمها صمامات. الصمامات دي تطلع الدم من الأوردة اللي حوالين الخصية عشان تروح ناحية الشريان الوريد الكلوي أو الوريد الأجوف السفلي ناحية القلب. الصمام ده بيسمح بمرور الدم إلى أعلى ولا يسمح بمرور الدم الى اسفل. طب لو الصمامات دي باظت ايه اللي يحصل؟ يبتدي الدم لما المريض يقف يتراكم في الاورده اللي هي الشبكه اللي حوالين الدوالي اللي حوالين الخصيه. تبتدي الاورده دي بعد ما كان قطرها صغير تتمدد، تبتدي تحتفظ بالدم ويبتدي شكلها يبقى اكبر شويه وتتعرج. عشان كده كلمه دوال دي من الحاجه المتدليه المتعرجه. دي باختصار يعني ايه دوالي الخصية. احنا الحقيقة بنشخصها المرض ده من اول للاخر عندنا في الاشعة، بنشخصها عندنا في الاشعة بمنتهى السهولة بحاجة اسمها الدوبلر. وبصينا كده الصورة اللي فوق دي الخصية. الدوبلر هو اي حاجة تشوف الاوعية الدموية. الدوبلر ده اللي هو الموجات الصوتية الملونة. يعني الموجات الصوتية اللي عندها قدرة على قياس تدفق الدم. الصورة اللي فوق دي صورة الخصية. الدوائر السوداء دي اللي هي دوالي الخصية أو الأوردة لما تمددت، لو أنا حطيت عليها الكالر أو الألوان هنشوف تحت كده الصورة تبين إن الدوالي دي أوردة متمددة وماشي فيها الدم، بإذن دي دوالي الخصية وبتشخص بسهولة جدا عندنا بالدوبلر ملون. طيب الفكرة بقى إيه؟ طب إحنا
لما بيحصل لما تتمدد الدوالي دي ايه اللي بيحصل؟ او المريض يشتكي بايه؟ ربنا خلق الخصية، ده الخصية دي مصنع الحيوانات المنوية اللي هي الخصوبة عند الراجل. خلق المصنع ده بيشتغل في ظروف معينة، درجة حرارة اللي هي درجة حرارة الجسم، وعوامل كلها لازم تكون عوامل مثالية لتصنيع الحيوانات المنوية. طب لو تلخبطت هذه العوامل وأهمها على الإطلاق درجة الحرارة، الدوالي دي لما الدم بيتراكم حوالين الخصية بيرفع درجة الحرارة، فيبتدي المصنع اللي هو الخصية بتصنع الحيوانات المنوية مش بالكفاءتها الطبيعية، يا إما في العدد تبتدي عدد الحيوانات اللي زي ما احنا شايفين هنا عدد الحيوانات يقل، أو لو العدد ما تأثرش نوعية الحيوان المنوي وحيويته تتأثر، والعاملين دول يؤدوا إلى تأثر قدرة الإنجاب عند الراجل. فدوالي الخصية بتؤثر على قدرة الإنجاب، أو في بعض الأحيان تراكم الدم ده بيعمل وجع. يجي المريض دايما بيشتكي لي شكوى يقول لك أنا يعني عندي وجع مستديم منغص على حياتي، على طول تراكم الدم ده، وخاصة المريض اللي بيقف فترات طويلة آخر اليوم تراكم الدم ده بيعمل بيحس بتقل ووجع. هم دول العرضين بالظبط كده، دراجنج بين فعلا، اللي بيقول لك حاجة شداني، حاجة يعني وجع مش قادر استحمله. فالوجع أو تأثر قدرة الإنجاب هم دول العرضين بتوع دوالي الخصية، ودي المجموعة كبيرة جدا جدا، وده مرض الشباب. هنا بقى الحتة اللي صعبة فعلا على الناس، ايه الميكانيزم ازاي الاشعة التداخلية بتتعامل مع دوالي الخصيتين، حاجة فيها عيب في الصمامات؟ احنا العلاج التقليدي كان ايه يا دكتور ايمن؟ احنا زي ما قلت لحضرتك الشبكة دي بتتوصل بوريد كبير او انبوبتين على الناحيتين. كان ايه اللي بيحصل؟ زمان الجراحين كان بيفتح المنطقة دي، والمنطقة حساسة يعني الجراحات فيها او الجرح فيها مش لطيف، بيفتح على وبيربط الوريد ده خالص علشان يمنع الدم انه ينزل، ويمنع الحلقه دي انها تكمل، يتراكم حوالين الاورده بتاعه الخصيه وتحصل الدوالي. احنا ببساطه في الاشعه التداخليه بنعمل ايه؟ احنا ما عندناش فتحات اهو، لو احنا باصين فوق على الشمال ده المريض تحت جهاز القسطره، وتحت على الشمال احنا داخلين من وريد الفخذ، او ممكن نخش من وريد الرقبه. اورده الجسم كلها زي شبكه الطرق متوصلة ببعضيها، الأنبوبة البلاستيكية السحرية اللي هي القسطرة، بنقدر المرة دي بقى بنخش في الوريد مش في الشريان، سواء داخلين من الرقبة وريد الرقبة أو داخلين من وريد الفخذ، بنوجه القسطرة دي إن احنا نخش ناحية الشمال للوريد الكلوي، ثم للوريد أو وريد الخصية أو الوريد الأنبوبتين اللي بقول لحضرتك عليهم دول اللي بيهم الارتجاع والصمامات. على اليمين بنخش من الوريد الأجوف السفلي على الوريد الخصية، وعلى الشمال خش على من الوريد الكلوي على وريد الخصية. بقينا بالقسطرة جوه الوريد اللي هما بيقفلوه بالجراح، أنا بقفله من جوه بعدة طرق. بنستعمل حاجة اسمها ملفات حلزونية، وساعات بنستعمل مواد رغوية أو مواد صمغية، كل دي أنواع أدوات مواد عشان نقفل الوريد ده من الداخل ونلغيه. بعد ما قفلنا الوريد ده خلاص الصمامات اتلغت، ما بقاش الدم يرجع، الأوردة رجعت لحجمها الطبيعي، تبتدي كل وظائف الخصية تصنع الحيوانات المنوية بصورة طبيعية. ده باختصار. ايه برضو هنا دي يعني كان دايما بتمثل، يعني دايما بقول للمريض انا بخش من وريد الرقبة، فهو ايه علاقة الرقبة بالخصية؟ لا، الإجابة ان أوردة الجسم كلها متوصلة شبكة واحدة متوصلة ببعضها، بنقدر نوصل من هنا من الرقبة، لا نقدر نوصل لوريد الخصية. والحاجة المذهلة والجميلة يا دكتور أيمن في علاج دوالي الخصية بالأشعة التداخلية، إن إحنا بنبقى داخلين من وريد، فالحقيقة لو دخلنا من الرقبة أو من الرجل بدوس بس المريض خمس دقايق على مكان القسطرة، يقدر يقوم من القسطرة يروح، ولو عنده شغل آخر النهار يكمل، فشتان الفارق الحقيقة. نوع البنج المستخدم؟ ما بنج موضعي. احنا الحقيقة بنخش في حمية، احنا عندنا زي القسطرة بنخش بنج موضعي، بنج بسيط زي بتاع الاسنان ده، ما فيش لانها ما فيهاش ألم ولا فيها الجرح أي بسيط جدا، ما فيش جرح الحقيقة. احنا بنخش بإبرة الموضعي اللوكال ده، وما فيش ما عندناش جرح الحقيقة خالص يعني. المتابعة هتتم ازاي؟ الألم طبعا بعد ما بنحقن على طول بيختفي،
دور التصنيع الحيوانات المنويه بتبقى حوالي 3 شهور، فبنخلي المريض يعمل تحليل حيوانات منويه بعدها بثلاث شهور نتاكد ان الخصيه رجعت تشتغل بصوره طبيعيه من حيث عدد الحيوانات المنويه او كفائتها وكفاءه التصنيع. دايما بيعجبني سؤال الناس عن الفاعليه، ده يعني ده دلاله على ارتفاع الثقافه. كلمه فاعليه هنا معناها ايه؟ فاعليه يعني العلاج، الناس بتقارن هل بالبلدي يعني هل الاشعه التداخليه بتعالج بنفس الكفاءه او ليها نفس نتيجه الجراحه اللي هي الوسيله التقليديه؟ انا اقول لهم اه طبعا. وده الكلام ده مش مرسل برضو بالابحاث، احنا يمكن ده عندنا بحث، ده بحث كام احنا كنا مشاركين فيه وعاملينه بعد كميه كبيره جدا جدا من المرضى، قارنا ما بين المرضى اللي عملوا عمليات تقليديه وجرح والمرضى اللي عملوا اشعه تداخليه، لقينا ان هي نسبه الارتجاع تكاد تكون في صالح الاشعه التداخليه. هنا عندنا نسبه الارتجاع في الجراحات من حوالي من 7 ل 34% في الاشعه التداخليه من 2 ل 24% نسبه الارتجاع اقل. طب ليه؟ لان ساعات في بعض الاحيان بيبقى بدل ما يبقى نازل عندي وريد واحد يبقى وريدين، فساعات الجراح يربط واحد والتاني يفضل مفتوح يرجع الدم تاني. الكلام ده بيبقى عندنا في الاشعه، في الاشعه عموما ده علم الصور، فاحنا بيبقى شايفين وريد اتنين تلاته بنتعامل معاهم ونشوفهم، واللي موجودين بنقفلهم، فنسبه الارتجاع عندنا بتبقى اقل. ده مش كلام مرسل، ده بكل الابحاث والدوريات العلميه كلها الكلام ده مثبت، الارتجاع والارتداد اقل من الجراحه. البعبع لعمليات دوالي هي كلمة الارتداد، رجعت تاني. وفي طبعا فكرة كده منتشرة بين الناس ما تعملش العملية دي بترجع تاني. لا، ما أنا بطمنهم مع التقنيات الحديثة وأجهزة القسطرة الحديثة والخبرة اللي الحمد لله بقت كبيرة عندنا جدا بعد عدد كبير جدا من المرضى، لا الارتداد ما بقى يعني النسب الأقل من النسب العالمية عندنا في مصر. يعني هنا احنا سيطرنا على الامور. علاج دوالي الخصيه من التقنيات اللي حلت مشكله كبيره جدا وبقت راسخه وثابته عندنا في مصر والوطن العربي كله، والحقيقه يعني شتان الفارق، جرح في حته سخيفه لواحد حاجه بلاستر صغير وبيقوم يروح على طول. نورتنا، ربنا يخليك. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره ورائد القدير الاشعه التداخليه الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، سكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه والجمعيه الاوروبيه والامريكيه للاشعه التداخليه واللجنه العلميه للجمعيه العربيه. ضيفي العزيز كان مبدعا كعادته في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، لانها تتعلق باهم حاجه في حياه الأسرية المصرية، الأداء الزوجي، أداء المتعلق بالأداء الزوجي والأداء الإنجابي أو الرغبة والقدرة الإنجابية. الكلام واضح وفهمتوه، خليكم مع الناس الحلوة. التركيبات الناس بقت شاغلة نفسها بيها، وما في القعدات كده بسمع أنا عملت زركونيا، أنا عملت إي ماكس، أنا عملت أزرو مش عارف إيه، عملت إيه. اللي بيجي يقول أنا عملت إي ماكس، عملت زركونيا وعملت زولد، هو ايه الفرق ما بين الثلاثة في الأول؟ وظيفتنا كدكاترة ووظيفتنا في البرنامج اللي زي كده إن احنا نوضح مع حضرتك للناس هو ايه الفرق ما بين الثلاث حاجات أو المواد دي كلها؟ وهل كل مادة من دول تصلح؟ فالمطلوب من المرضى ما تشغلش بالك خالص بنوع التركيبة، اتوجه لدكتور تثق فيه جدا، تثق في سمعته، اختار المكان الصح اللي هيقدر يوجهك للكلام ده وهو يحدد لك نوع العلاج اللي أنت محتاجه. اهلا بكم. عالم تجميل الاسنان ده عالم شديد الاثاره وشديد التشويق وشديد الفرحه. يا جمال ابتسامتك بعد ما كنت انت بعد ما كنت او كنت بتخبيها وبعدين تبقى انت بتتعمد تظهرها، يعني قاعد في كل حته. المساله قد تكون كوميديه في بعض الاحيان، يعني وانت قاعد مثلا في مكان جدي في موقف جد وانت لسه عامل سنانك من قيمة كام يوم، هتلاقي نفسك فاتح بقك ومبتسم عايز توري الناس ان انت سنانك بقت احلى. الحكايه دي على فكره في كل النجوم العالم اعتقد انهم مروا بيها، كتير من نجوم العالم. يعني لما نيجي نشوف مثلا اشهر نجوم عملوا تجميل سنانهم هنلاقي ان تجميل السنان فرق معاهم
بشكل كبير جدا، وربما يكون تجميل السنان هو سبب في ان شهرتهم وانهم تحولوا الى ايقونات مهمه في عالم الموضه في عالم الجمال. ديفيد بيكهام مثلا، ديفيد بيكهام ده مؤسسه جباره على فكره، على قد ما هو لعيب كوره كان موهوب جدا ومش موهوب قوي يعني، هو كان لعيب السويرف بتاعه الكره الطوليه بتاعته انا بقى فاكره كويس هي اللي كانت مميزه، لكن هو على المستوى المهاري يعني كان متوسط. لكن هذا الرجل ذكي جدا، تحول الى مؤسسه تجميليه، مؤسسه موضه، مؤسسه اقتصاد، بيع وشراء، كل حاجه في الرياضه متعلقه بالرياضه وموضه الرياضه ديفيد بيكهام موجود فيها. سنان لعبت دور مهم جدا جدا في تجميلها. غير كده داكوتا جونسون برضو ممثله امريكيه مشهوره جدا، داكوتا جونسون عملت تجميل سنانها طبعا مش سهل، السنان بتاعتها انها كانت تجمل كان فيها حاجات كتيره غلط، يعني لونها، الجزء الخارجي منها، دخولها لجوه، السنان نفسها، الفك نفسه ما كانش مظبوط، شوف الشكل تحس انها شخصيه ثانيه. مثلا ميلي بوبي براون برضو ممثله مشهوره في امريكا، ودي من الحاجات كانت الصعبه يعني من الاسنان الصعبه، واعتقد انها كان ممكن تعمل احسن من كده. كيت بيكسل برضو نجمه بريطانيه مشهوره جدا، مادونا، تعالى بقى يعني مادونا من يعني مادونا كبيره في السن مش صغيره، كان عندها عيوب في اسنانها كتيره، ابتسامه لثويه، وكان عندها الفلجه. الفلجه دي على فكره راحت وجت في طب الاسنان بشكل غير عادي، الفلجه اللي في النص دي. اولا في بدايه الحياه، في بدايه مثلا القرن اللي فات، مش بدايه الحياه قوي، في بدايه التعاون مع طب الاسنان التجميل يعني في القرن 19 في القرن العشرين، كانت الفلجة تعتبر من علامات الجمال على فكرة القرن العشرين، وكانت الفلجة دي يعني حاجة اللي هي الناس بتدور عليها. وبعدين من أول ما بدأ طب الأسنان ياخد شكل كلاسيكي شوية، لا الفلجة دي اتمنعت خلاص، بقت حاجة سيئة في عالم التجميل. وبعدين بعض النجمات دلوقتي في الفترة الأخيرة في كام سنة اللي فاتوا بدأوا يرجعوها، بس أنا شايف إنها دي حركه زي ما بيقولوا ايه يعني شطحه في عالم التجميل، مش تجميل بقى، دي شطحه في دماغ الناس دي انها عايزين يعملوا حاجه معينه هم شايفينها او يعني نفسيا مرتاحين لها. بس الفلج على فكره في طب الاسنان الحقيقي، وضيفي هيتفق معايا في الحكايه دي، دي مصدر خطير للانفكشن، للعدوى، للالتهاب، اللثه، لمشاكل حشر الاكل، على فكره كمان من المسؤولات عن التهاب الجيوب الانفيه. فخلي بالكم ان الفلجه ما عادتش تجميليه ابدا. تعالوا بقى نقرب من عالم التجميل، نفتح ملفاته ونتكلم على المخاوف اللي في دماغ الناس حوله مع ضيف العزيز المبدع دائما في حواره اللي بيمتعني بحوار كلاسيكي جميل جدا جدا، لكن لا يخلو من بهارات المفاجآت والصراحة المطلقة في تعريف الحقائق. ضيف العزيز دكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعة الأسنان والمؤسس لمركز ستارز لتجميل وزراعة الأسنان. أهلا بيك دكتور كريم. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أيمن. قبل ما ندخل في التجميل هتجنن وأعرف هي الفلجة إيه وموقفها دلوقتي في عالم تجميل الأسنان. والله هو كان في ناس بتيجي تطلب إنها تعمل، بس الكلام ده يعني في العشر سنين اللي فاتوا، يطلبوا ان هم يعملوا تجميل في اسنانهم كلها، ولكن يا دكتور احنا هنعمل فينيرز على الاسنان دي بس الفلج. لا بس الاسباب اخرى بقى يا دكتور ايمن، قصدي سبب الرزق. اصل انا بابا قال لي لو انا بقول لك في ناس مصدقه دي باب السعد. انا عايز اقول لحضرتك انه بيبقى مرعوب جدا انه لو قفل الفلجه دي. انا وصلت لمرحله ان انا كنت في حاله بتناقش معاه ان هي يعني دي بتاعت ربنا ما لهاش علاقه باي حاجه، طب اقفلها بس سيب لي حته صغيره في النص. وفي قناعات راسخه بده. طبعا احنا دلوقتي ما فيش الكلام ده لان ما بقتش من علامات الجمال، والدليل على كده كل الابتسامات بتاعت المشاهير اللي حضرتك بتشوفها ما فيهاش قصه الفلجه دي. بس في شطط، في ساعات بنات، في بنات من المشاهير من الممثلات يروحوا يعملوها. بس دي بس على خفيف. على خفيف بس برضه هي مش من علامات الجمال، هي تحولت ان هي مش من علامات الجمال، بالعكس ده احنا اخترعنا حاجات ليها عشان نعالجها ونقفلها لمساوئها على المدى البعيد. على المدى البعيد مع مرور الاكل ما بين الاسنان بيبدا يحصل انحسار في اللثه، وان اللثه تكش في الحته ديت فيبدا جذور الاسنان تبان فتبدا الاسنان دي تضعف، فهي حاجه ضد مش مع مرور الوقت. ف
فلو نقدر ان احنا نقفلها او نعالج الجزء ده هو ليه ربنا خلق لنا اسناننا الطبيعيه او النورمال ريليشن في الاسنان ان السنان تبقى في كونتاكت مع بعضها. ولو هي مش في كونتاكت مع بعضها بنجري دايما ان نخليها في كونتاكت في تواصل او في تلامس مع بعض الاسنان بتاعه الفك الواحد سواء بتقويم سواء بفينيرز سواء بتركيبات سواء بطرق تانية كتير جدا 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 عشان نعمل الكونتاكت ده وعشان نعمل الهارموني والتواصل ده. فاكيد ده بيخلي ان الفلجه مش حاجه هيجينيك او حاجه تجميليه. كابوس جراحي التجميل، انا بكلمك على جراحه التجميل في الطب البشري بقى بتوع الفيلر والبوتوكس وجراحيه التجميل عموما يعني. تمام. كابوسهم ان واحده تجيب صاحبتها تقول لها تقول له دكتور جراحه التجميل ايه؟ انا عايز ابقى زي صاحبتي. انا عايزه دي عملت كذا، انت عملت لها الوش بالطريقه دي وعملت الدقن مش عارف ازاي، اعمل لي بقى زي ما انت عملت لها كده صاحبتي وحبيبتي وانا شبهها فانا عبى زيها. هل ده موجود الكابوس ده عندكم في تصميم الابتسامه؟ للاسف هو اصلا يا خبر ابيض الكارثه اللي بنقابلها ان بتلاقي حد داخل لك وماسك لك تليفون بيقول لك انا عايز زي ده. ده بجد موجود ده لحد دلوقتي موجود يا دكتور ايمن. هي الفكره كلها في حاجه واحده، ربنا لما خلق لنا البصمات بتاعتنا خلى لكل واحد بصمته المميزه. انا بشوف ان كل واحد سنانه او ضحكته او رسمه سنانه دي بصمته، لان هي ليها عوامل كتير اللي بختار على اساسها السنان دي، سواء شكلها سواء ابعادها سواء لونها سواء حديه الزوايا اللي فيها، دي اسباب كتيره جدا جدا بنختار معاها. فيديو زي ده بيوضح لنا ازاي نختار او العوامل اللي بنختار على اساس شكل السنان. من الحاجات اللي بتاثر معانا على اختيار الابتسامه بتاعتك او الضحكه بتاعتك او رسمه اسنانك دي هتبقى عامله ازاي، طبيعه شغلك، لون بشرتك، اولا ال- 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 الجنس نفسه ذكر ولا ست، يعني راجل ولا ست، طريقه كلامك هنا زي ما انت بتشوف. احنا يا دكتور ايمن كان زمان التجميل كله معتمد على الاسنان فقط او على كدر الاسنان فقط، احنا هنعمل عليها فينير، احنا هنعمل عليها كراون، احنا هنعمل لها تقويم، احنا دايما بننسى البرواز اللي بيحوط الكلام ده كله اللي هو ايه، اللي هو لسه شفايف. لازم ندخل البرواز ده جوه الكادر ولازم نضمه معانا زي ما احنا شايفين في الفيديو كده عشان تحصل على رسمه مظبوطه. لازم تراعي اللثه، لازم تحضر للحاله مظبوط وتعرف انت محتاج لها رسم اللثه دي بالليزر، لان الليزر ده من الاجهزه اللي هنتكلم عليها لاحقا، بس من الاجهزه المهمه جدا 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 وعملت طفره كبيره في عالم طب الاسنان وكمان في تجميل الاسنان بشكل خاص. ايه الحالات اللي تحتاج الى قشره تجميليه الى فينير مناسب ليها كلمه فينير؟ هو الفينير سلاح خطير جدا 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 لو استخدمناه صح. سلاح ذو حدين، لو استخدمناه في تشخيصه مظبوط او في الحالات المحدده ليها الفينير او اللي ينفع لها الفينير، بيبقى قوه غير طبيعيه في تغيير الحاله من وضع الى وضع تاني. ليه؟ لان هي قشره صغيره سمكتها لا تتعدى 3 × 10 ل 5 × 10 ملي، اللي هي نص الشرطه الصغيره اللي على المسطره، حاجه رقيقه جدا لو عرضتها للضوء انت ممكن تشوف طبقه شفافه لدرجه ان اللزق حتى بتاعها بيتحكم معايا في درجه لونها. لو قدرنا نستخدم الطبقه الرفيعه دي واللي بتحتاج في تحضيرها لتخشين خفيف مظبوط في الحالات المناسبه ليها هتدينا قوه رهيبه. طب ايه هي الحالات المناسبه ليها؟ لازم نوعي الحاله بتاعتنا اللي جايه لنا بالانديكيشنز بتاعت الفينيرز. حاله زي دي جاي لنا بيشتكي من ايه؟ اسنانه فيها تاكل، اسنان الفك العلوي، عنده فلجه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، عنده حاجه اسمها انتيرير اوبن بايت اللي هي عضه مفتوحه للاسنان الاماميه. محتاجين منه ايه؟ محتاجين ان احنا نعدل الوضع ده كله. دراسه صغننه كده مع شويه تصوير بنعمله دلوقتي قبل ما نبدا في الحاله ديت عشان ندرسها ونشخصها مظبوط، لقينا ان في الفلجه ديت وقصر في طول الاسنان من فوق وتاكل فيها، ده اللي عمل لنا العضه المفتوحه. طب وسببه ايه؟ عندنا تحت في الاسنان اللي تحت دي بروز جامد جدا في الاسنان السنتين الاماميتين اللي تحت في الفك اللي تحت. عشان تظبط الحاله دي مظبوط احنا قلنا الدكتور هو اللي بيبقى شايف الصوره لما بعد، احنا عايزين نوصل لايه. المريض وثق فيك وطلب منك انك توصله لحاله معينه وتغير حالته من حاله لحاله. بدانا نتكلم مع الحاله دي ان احنا مشكلتنا اللي فوق دي هتتعالج، بس مش بس بالسنتين دول، ده هنحتاج نعالج معاهم كمان السنتين اللي تحت. ازاي؟ البروز بتاع اللي فوق ده مخلي علاقه الاسنان اللي تحت باللي فوق معظم الناس كلاس 1 اللي هو الفك اللي فوق متقدم على الفك اللي تحت. في الحاله دي احنا عندنا نورمال ريليشن كلاس 1 اللي هي في الجنب اليمين الدروس والدروس الشمال كلها علاقه اللي هي كلاس 1 اللي هي الدروس اللي فوق او الاسنان اللي فوق سابقه اللي تحت، ما عدا الجزء اللي قدام ان السنتين اللي تحت دولت هو ما عملش تقويمه، هو في سن صغير فبالتالي الاسنان دي فضلت ببروزها مع عوامل الاكل والعوامل الثانيه السلبيه، عضعضه الضوافر، عضعضه الاقلام، عمل تاكل في السنه اللي فوق، فكان لازم عشان ناخد وضع سليم نرجع السنتين اللي تحت دول لورا عن طريق الفينيرز. فكان علاج الحاله ديت
اتنين فينير فوق على السنتين اللي فوق دول، اتنين فينير تحت على السنتين اللي تحت. اولا عالجنا البروز بتاع الاسنان اللي تحت عشان نقدر نوصل لعلاقه سليمه، على قفلنا بيها الفلجه، عملنا بيها تطويل للاسنان، قفلنا الفتحه بتاعه الاسنان او الاوبن بايت، الانتيرير اوبن بايت اللي كان موجوده، اللي هي لما بيعض على دروسه في فراغ ما بين الاسنان، وده طبعا بيعمل سقسقه مع خروج الهواء في نطق الحروف. طبعا بعد ما عملنا الكلام ده كله المشاكل ديت سواء في نطق الحروف سواء في الشكل سواء في الوظيفه اتغيرت تماما. في ناس كتير قوي بتقلق من الديورابيليتي بتاعه الفينير، هتقعد قد ايه؟ الفينيرز طالما اتعملت مظبوطه دي حاله فينيرز للفك العلوي كله، الهدف منها علاج مثلا بروز اسنان وعلاج للدياستما او اللي هي الفلجة او الفراغات اللي ما بين الاسنان. الفينيرز زي ما احنا قلنا وهرجع اقول تاني، التشخيص السليم للحاله دي انها تنفع فينيرز من الاول ده من اهم عوامل النجاح، لان ممكن تبقى حاله ما تنفعش فينيرز. طب ايه الحالات اللي بنحتاجها فينيرز؟ زي حاله زي كده، عندنا فراغات ما بين الاسنان بسيطه مش كبيره، عندنا كسور او شروخ في الاسنان، سنان مشطوفه، عندنا ان السنان تبقى لفه من مكانها شويه برضو بنسبه معينه، اكتر من كده ما بتنفعش الفينيرز، بينفع تقويم، بينفع تركيبات، بينفع حاجات تانية كتير. فتشخيص الحاله هو اللي بيساهم في نجاح عمليه تجميل بالفينيرز او لا. طب الديورابيليتي بتاعتها بتعتمد على ايه؟ عوامل واقع منها جزء على الدكتور، واقع منها جزء على الحاله. الجزء على الدكتور انه يلتزم بالكرايتيريا المظبوطه للتحضير. التحضير دلوقتي ما بقاش زي الاول، زي ما قلنا هو من 3 من 10 ل 5 من 10 ملي من سطح السن الخارجي فقط، اللي هو يعتبر تخشين للاسنان عشان نقدر نحط عليها العدسه الخارجيه دي ونلزقها بشكل مظبوط. لازم المارجنز بتاعت الاسنان دي تبقى فيها فينيش لاين اللي هو بترتاح عليه الفينيره لما بنعملها. بيضاوي، احنا دايما كنا بنتكلم في التجميل ان هو فينيرز، ان هو تركيبات، ان هو ممكن يبقى تقويم، هو علاج حاله نفسه او سنه مكسوره زي كده. بالمناسبه السنه دي سنه بنوتي، بنوتي ايطاليا، هي كانت سقعت على سنتها واتكسرت، دي سنه دايمه بس هي طفله صغننه عندها 8 سنين، حصل خبطه كده صغننه كسرت بيها سنه دايمه. حاله زي دي هنعالجها ازاي؟ عجبناها جلسه، عملنا لها حشو عصب بس للاطفال، لان اكتشفنا بعد ما عملنا اشعه ان الجدر بتاعها فوق لسه ما اكتملش، ما اتقفلش بالكامل، فما اقدرش ان انا اعمل حشو العصب بتاع الكبار، في طريقه حشو عصب تانية مخصوصه للاطفال بمواد معينه باخصائي اطفال معين اتعامل معاها. في نفس الجلسه عملنا الحشو العصبي الجزئي بتاع الاطفال وبنينا السنه ديت. تخيل حضرتك يا دكتور ايمن ان دي حشوات تجميليه فقط هي اللي بنت السنه دي. فانا اللي عايز اقوله الحاله اللي جايه بتطلب مننا بغض النظر عن سنها ايه، طفله عندها 8 سنين، بنوتي غيرنا لها حالتها في جلسه واحده بس من حادثه مؤلمه وطفله ان هي بالنسبه لها الموضوع مزعج جدا لانها مشيت من العياده في ساعتها بسن صغيره. ربنا يحفظها، ربنا يحفظ كل اولادنا. طيب هل في معايير معينه بنحطها في عالم التجميل، في عالم الفينير؟ طبعا المعايير ديت هي رقم واحد زي ما قلنا تشخيص مظبوط، لازم نشخص الحالة دي انها تنفع فينيرز اصلا من الاساس مش حاجة تانية، ده رقم واحد. رقم اتنين زي ما قلنا لحضرتك عوامل عايمة على الدكتور نفسه زي التحضير، زي الاجهزة المستخدمة، زي المواد نفسها المستخدمة، المادة بتاعتنا المستخدمة لصناعة الفينيرز دي عاملة ازاي، زي التعليمات اللي لازم اعلم الحالة بتاعتي هو اصلا حصل مشاكل في الاسنان او توسوسات او كسور في الاسنان ليه، بسبب اهمال من المريض نفسه، بسبب ان هو حالة زي كده احنا عندنا الاسنان بتاعتنا بتعاني من اصفرار وتسوسات في الاسنان بسبب اهمال للمريض، التهابات في اللثه. حاله زي دي بدانا نشخص الحاله انها تتعالج بصوره دايمه، هي كانت عايزه تغير شكل الاسنان بتاعها، تعالج التعوجات في الاسنان شويه، تظبط علاقه الفك اللي فوق باللي تحت، وكمان تعالج اللثه بتاعتها. كان عندنا جزء من اللثه بسيط بيبان فوق، بدانا نرسم اللثه بتاعتنا زي ما قلنا دي البرواز اللي بيحدد الصوره بتاعتي. ساعات حضرتك بتبص على صوره تلاقيها ممتازه جدا وجميله جدا، بس دايما بيبقى عندك تعليق صغير كده، الصوره دي لو اتحطت في برواز شيك هتبقى تحفه. البرواز بتاعنا في الحاله دي هو اللثه بتاعتنا اللي رسمناها. تخيل حضرتك الانتقال من فوق لتحت لو اسنان بس، هو حجم الاسنان وابعاده اختلف خالص بس للاحلى. ليه؟ رسمنا اللثه بتاعتنا رسمه مظبوطه، الكادر بتاعنا والبرواز ظبطناه مظبوط، نتجت عنده الحاله دي. طبعا تشخيص ان الحاله دي ينفعها فينيرز، من ضمن العوامل اللي بتساعد على ان الفينير بتاعنا يستمر العضه بتاعت البيشنت، بيشنت بروكسر يعني بيجز على اسنانه بقوه، ده مش مؤهل ان انا اعمل له عدسات. احنا زي ما قلنا دي حاجه سمكتها 3 أو 5 من 10 من الملي، لازم ابقى صريح مع البيشنت، لازم افهمه الموضوع ده، لان البيشنت هو مش عارف هو عايز ايه، هو عايز يوصل لمنظر معين. وظيفتي ان انا اشرح له واشخصه مظبوط واشرح له على الاشعاعات بتاعته وفي العياده كمان واحنا قاعدين بنتكلم ليه انا هعمل فينير او ليه هعمل تقويم او ليه هعمل كراون، لان دي
النتيجة اللي انت عايز توصل لها ولكن بالطريقة الطبية المظبوطة. دي وظيفتنا اللي احنا نعمل كده. لسة اعتقد دايما انها المظلومة والظالم طبعا بيبقى يعني اللي اهملها. يعني الانسان اللي اهمل التعامل مع اللسة ونظرة للسة نظرة اللي هي كأنها جاية كده مع العفش، يعني ما هي جاية مع السنان. انا عايز اقول لحضرتك ان ممكن الجاني ده يبقى الحالة نفسها او المريض نفسه، ممكن يبقى الدكتور نفسه. طبعا انه اهمل ان اهمية اللسة ممكن يبقى الظالم ده ممكن الظالم ده يكون المريض صح. اللي اهمل التعامل مع اللسة او حد مش متخصص في اللسة او مكان ما عندوش متخصص في اللثه بالظبط. ما هو مش فاهمه ان اللثه ليها متخصصات. جراحه اللثه البيريودونتس ده دي جراحات طويله عريضه، وعشان كده بقول لحضرتك ان التخصص ده بقى مهم في طبيب الاسنان. دلوقتي احنا اتكلمنا في قبل كده ان ممكن عمليه فينير زي كده او قصه تجميل الفينير زي كده تفشل بالكامل وما ناخدش النتيجه بتاعتنا عشان كان ناقصنا حاجه واحده بس، البرواز. لثه مش صحيه، حاله زي كده تثبت الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. الحاله ديت الصوره اللي فوق دي قبل الصوره اللي تحت بعد، دي بصراحه حاله ميكس في حاجات كتير، فينيرز، جراحه لثه وعلاج لثه، لان احنا عندنا في الحاله دي بنعالج في صوره تانية ليها كمان من الجنب، بنعالج دحكه لثويه زي ما حضرتك شايف اهو، بروز في الاسنان وفي الفك، وكمان بنعالج اسنان مفقوده. لو كنا هنا اشتغلنا على الاسنان فقط من غير ما نشتغل على اللثه بتاعتها، من غير ما نشتغل على اللثه الاول، تفتكر النتيجه كان هيبقى ايه يا دكتور؟ نفس الضحكه اللي فوق بنفس بروز الفك بنفس الكميه اللثه اللي بتبان دي، ولكن باسنان لونها مختلف او شكلها حلقة مختلف. صعبة دي حلقة جدا صعبة. جدا حضرتك لو بصيت الفرق ما بين الصوره اللي فوق واللي تحت هتبين لحضرتك قد ايه جزء اللثه ده مهم. احنا باللعب في اللثه او برسم اللثه بجهاز الليزر اللي انا بعتبره سحر، حاجه صغيره بترسم اللثه وبتعملها في نفس الوقت بدون نزيف بدون الم بدون اي حاجه في جلسه واحده. بص حضرتك الفرق ما بين كميه اللثه اللي فوق وكميه اللثه اللي تحت، اللي تحت كيقين يتجد تكون 2 مللي بالكتير اللي بيبان منها، وده المنظر الصحي او البرواز اللي احنا عايزين نبروز بيه الاسنان. المسافه اللي فوق بس كميه عامله ازاي بجراحه في اللثه بسيطه من جراح لثه متخصص عارف هو بيعمل ايه كويس، قدر انه يحرك لنا الشفه دي من فوق لتحت مع كمان رسم اللثه بالليزر عشان ناخد رسمه الاسنان اللي حضرتك شايفها بسيمتري اليمين زي الشمال زي ما احنا شايفين كده، مع لمسه الفينيرز بتاعتنا والاجزاء الفاضيه حطينا فيها زراعه. السؤال اللي بيفرض نفسه بقى، يعني ازاي انت اتعاملت؟ الصوره الاولانيه مهمه جدا جدا طبعا. الصوره الاولانيه اللي السنان كانت يعني الانجليشن الزاويه بتاعتها بره قوي طالعه لبره قوي، يعني بنسميها احنا كانها عامله يعني ايه فليرنج كده ده اكيد هي السنان دي فليرد بره. القصه دي بنعملها بالتحضير وبقصص الفينيرات بتاعتنا. احنا لما بنيجي بنحضر بنراعي البروز دوت زي ما قلت لحضرتك قبلها، عملنا جراحه بسيطه هنا في اللثه اخرنا بيها كميه اللثه اللي باينه، نزلنا الشفه اللي فوق دي عملنا اللي في وصله كده معينه بتربط اللثه اللي فوق بس. انا بس دي مش الطريقه الوحيده لعلاج الدحكه اللثويه، في طرق كتير لعلاج الدحكه اللثويه منها الطريقه دي، وده برضو اللي بيقول لنا ان التشخيص مهم جدا جدا. احنا عندنا دحكه لثويه، هل علاجها الليزر بس؟ لا. طب هل علاجها جراحه لثه؟ لا. طب هل علاجها ان احنا بننقل الوصله اللي ماسكه الشفه ديت باللثه او بالفك نفسه؟ لا، هو بتختلف من حاله للتانيه. نشخص ونشوف سبب الضحكه اللثويه ايه، هل هي شفه بتتحرك بقوه لفوق فمحتاج ان انا هدي الاكتيفيتي بتاعتها بان انا انقل الوصله بتاعتها، وفي بعض الاحيان بحتاج احقن بوتوكس في الشفه اللي فوق، وده دور دكاتره التجميل معانا برضو بيخشوا في القصه دي، اقلل النشاط بتاعها شويه فبالتالي لما نضحك ما تتفعش لفوق قوي، مع جراحه بسيطه في الليزر او رسم بالليزر مع فينيرز بتحضير معين اتحايل على بروز الفك ده وبروز الاسنان دي، بالطريقه دي نحصل على النتيجه دي. التركيبات عالم مثير، يعني ده علم المواد ماتيريال، ده برانش في طب الاسنان. طبعا مثير جدا. التركيبات الناس بقت شاغله نفسها بيه، وما في القعدات كده بسمع انا عملت زركونيا، انا عملت اي ماكس، انا عملت ازرق مش عارف ايه، عملت ايه. فكل حد دلوقتي شاغل دماغه وهو رايح يعمل تجميل بعالم الماتيريال. دي حقيقة، والمشكلة في حاجة واحدة، هو اللي بيجي يقول أنا عملت إيماكس وعملت زيركونيا وعملت زولد، هو إيه الفرق ما بين التلاتة في الأول؟ وظيفتنا كدكاترة ووظيفتنا في البرنامج اللي زي كده إن إحنا نوضح مع حضرتك للناس هو إيه الفرق ما بين التلات حاجات أو المواد دي كلها، وهل كل مادة من دول تصلح. بيجي لي حد مثلا بيزرع وبيطلب مني إنه يعمل تركيبات إيماكس على الزرعات دي، ده لا يصلح، لان الاي ماكس ليها كرايتيريا معينه او مواصفات معينه لا تصلح. حاله زي ديت دي حاله تركيبات مش زرعات، تركيبات على اسنان.
فشل تركيبات بورسلين قديم. التركيبات البورسلين الاولانيه دي تركيبات غير تجميليه. الثلاث انواع اللي اتكلمنا عنهم سواء الزركونيا او الاي ماكس او الزولد اللي انا بعتبره الطفره الرهيبه لان هو كومبينيشن ما بين الاي ماكس وما بين الزركونيا، قوه الزركونيا والشكل الجمالي بتاع الاي ماكس، بالاضافه انه اداني قدره زي مثلا في الحاله دي احنا عندنا الاسنان الاماميه من النبل للنبل دي كانت تركيبات قديمه واتفكت كلها ادت تسوسات، ولكن الاسنان اللي ورا او الضروس اللي ورا دي اسنان طبيعيه فيها تصبغات دايمه على الاسنان وشويه تسوسات. في الحالة ديت عالجنا من الناب للناب بتركيبات تجميلية من نوع زولد، لأن زي ما قلت لحضرتك النوع ده بيتوافق مع الإي ماكس، يعني أقدر أعمل مزج في الحالة ما بين نوعين تركيبات مختلفة زي الحالة دي. وحضرتك لو بصيت على صف الأسنان كله أو الفك اللي فوق كله مش هتقدر تلاحظ فرق ما بينهم، مع أن زي ما بقول لحضرتك اللي ورا دي إي ماكس فينيرز واللي قدام زولد كراونز لأن كانت معمولة كراونز قبل كده. فالمطلوب من المرضى ما تشغلش بالك خالص بنوع التركيبة، اتوجه لدكتور تثق فيه جدا، تثق في سمعته، اختار المكان الصح اللي هيقدر يوجهك للكلام ده وهو يحدد لك نوع العلاج اللي أنت محتاجه. حالة زي دي من الحالات الصعبة جدا. أستاذ عبد الله من السعودية شاب جميل جدا في العشرينات من عمره جالنا بيعاني من مشكلة رهيبة جدا جدا، بيعاني من أصحابه دايما بيضايقوه بسبب إن هو لما بيجي يتكلم عنده طبعا فقد شبه كامل في أسنانه اللي بقى عندنا جذور وأسنان متكسرة وتسوسات كتيرة، فأصحابه بيضايقوه في الكلام وفي مخارج الألفاظ، في شغله بقى عنده مشكلة ما بقاش عارف يواجه الناس. تجميل الأسنان يا دكتور أيمن ما بقاش التجميل لنفسك فقط، التجميل لنفسك للي حواليك كمان، لأن لو حضرتك بصيت لحد ولقيت إن هو عنده مشاكل في أسنانه كتير غصب عنك عينيك بتيجي عليه وبتبقى غصب عنك بتشيح بنظرك بصورة أو بأخرى، لأن الله جميل يحب الجمال. هو نفسه بقى خجول من ضحكته، فقد الثقة في نفسه، في شغله، في التعامل مع قرايبه مع أصحابه. حالة زي كده ده مزج ما بين تركيبات وحشو عصب ودعامات وزراعة للضروس الخلفية وفينيرز. الأسنان اللي تحت الأمامية عالجنا التسوسات اللي فيها بحشوات تجميلية بسيطة، عملنا عليها فينيرز. الأسنان المكسرة خالص عملنا لها حشو عصب، رجعنا تكاني بنيناها بدعامات تجميلية فايبر بوس، وبنيها بدعامات تجميلية ومادة للبناء تجميلية، ركبنا عليها فينيرز وتركيبات تجميليه. الفك اللي فوق ده كله الاسنان الاماميه دي بالكامل عملنا لها اعاده حشو عصب، عملنا لها بناء الاسنان تاني دعامات وركبنا عليها تركيبات. بس طبعا الكلام ده ما يصلحش في كل الحالات اللي فيها جذور، في كرايتيريا معينه زي مثلا علاقه الجذور دي بعظم الفك اللي بيسبورت الجذور دي. لو عندي فيرل ما يقلش عن 2 او 3 مللي فوق مستوى العظم ده اقدر اعمل كده، لكن لو الجدر مساوي لمستوى العظم مستحيل طبعا ان انا اقدر اعمل كده، وتبقى الحاله ديت زراعه مما لا شك فيه. هنا برضو حلقه كسر المشهوره فينيرز دي على طول، ده فينير على كسر طول كسر في جزء من السن، خبطه في جزء من السن ادت لكسر. علاجها الفوري والسريع والسحري ايه؟ طبقه رفيعه جدا على السطح الخارجي سماكتها 5 من 10 مللي، تخشين بسيط لسطح السن ما تقدرش تفرق الاثنين عن بعض. ما ينفعش تسكت على سنه بالشكل ده يا عم، ما ينفعش تسكت على سنه بالشكل ده. اللي كسرت سن عندك وانت ماشي بيها ده اولا شكلها وحش، ثانيا سنه تاكل سنه ان جوينج انها هتروح دور السنه اللي جنبها، الفراغ ده بيخلي اكل يتحشر ويبدا مشكله في السنان اللي جنبها الصبح وبتكر زي ما قلنا يا دكتور ايمن. النجاح منظومه صعبه ان احنا نحققها في طب الاسنان، عايز تضافر وجهود كبيره، واي جانب عامل زي المكعب، اي جنب لو مش موجود انت ما عندكش مجسم، ما عندكش حاجه واقعيه، عندك رسمه تخيليه. الجوانب ديت خبره زائد مهاره زائد تكنولوجيا زائد موهبة زائد تعليم زائد فريق عمل، التخصصية مهمة جدا، يمكن ده قلب المكعب، قلب اللعبة كلها يكمن في انك انت تبقى فاهم التخصص، ان كل واحد يلعب في مكانه، اللي بيعرف يلعب باك شمال يلعب باك شمال، واللي بيعرف يلعب مهاجم يلعب مهاجم. الطب فيه كده، اللي بيعرف يشتغل هو متخصص في ده هيعرف يشتغل في ده. التجميل ميزته انه كما يقولون مصب الانهار، هو اللي بيصب فيه في الاخر كل القدرات، قدرات الزراعه مع تجميل اللسه مع العلم اللي اشتغلوا جذور كلهم بيصبوا في الاخر عشان يطلعوا شكل جمالي جيد. والنهارده فعلا احنا طلعنا شكل جمالي جيد مع ضيف العزيز المبدع دائما في حوار الدكتور كريم مدحت استشاري تجميل وزراعه الاسنان المؤسس لمركز ستارز لتجميل وزراعه الاسنان. نورت وابدعت كالعاده. شكرا لحضرتك يا دكتور ايمن، خليكم مع الناس الحلوه. اهلا بكم. موضوع مهم شديد الانتشار،
تأثيره على الحياة مزعج جدا المياه البيضاء. ورخامة المياه البيضاء إنه هي حالة جراديوال بتبدأ بالتدريج، ولأنها في معظم الأحوال بتيجي في سن متقدم شوية، شرط متقدم قوي، بس الإنسان بيبقى خلاص كبير، خمسينات ستينات وساعات في الأربعينات، بس خمسينات وستينات الواحد في الوقت ده بدأ بقى يدخل معاش ستينات ويقعد في البيت وبتاع، فبيك يعني ممكن جدا الناس تتقبل إن عندها مية بيضة وترفض العلاج، أو مش ترفضه تطنشه. وطبعا المية البيضة شأنها شأن كتير من الأمراض، في كده نداهة نصابين بتيجي فيها اللي هي إيه؟ علاج المية البيضة بالقطرة. أنا ما أعرفش وما حدش يعرف خالص إن المية البيضة اللي هي عتامة في العدسة بتاعت العين ممكن تتعالج بقطرة. سيبكم من ده، خلينا نتكلم في العلم الحقيقي. العلم الحقيقي يبقى لازم نرحب بضيفي العزيز، واحد من الأسماء القديرة الكبيرة في عالم العيون، واحد من سوبر ستار هذا المجال على مستوى مصر والوطن العربي. الحقيقة العمل الرائع اللي بيقدمه في مصر وكمان في العراق، في دبي، في المملكة العربية السعودية، يعني بيجعلنا نحس الإحساس الجميل بالزملاء اللي بيعملوا شغل جامد جدا ورائع جدا في الوطن العربي. المصريين على فكرة هم اللي عملوا الطب في الوطن العربي، وما زالوا بيكملوا المسيرة الأجيال الموجودة من الأساتذة بشكل رائع جدا. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد المعتصم، أستاذ العيون والرمد بكلية الطب جامعة عين شمس، استشاري الطب وجراحات العيون. أهلا بك يا دكتور. ازيك يا دكتور عيون، أخبارك؟ الله يخليك حبيبي. هنلعب سلامة. الله يخليك. ماشي. يعني طبعا رحلات الجميلة كل ويك إند في بلد. والله والله يعني ده يمكن أول ويك إند من حوالي شهرين ثلاثة أبقى فري. قلت لا منور منور حقيقة. من ضمن أسئلتي النهاردة سؤال في الآخر خلاص أسأله لك، بس يا رب نفتكره، اللي هو طريقة تعامل الكالتشرز المختلفة مع المية البيضة إزاي؟ تمام. بس الأول نعرف الناس ما هي المية البيضة؟ المياه البيضاء هي عبارة عن عتامات في عدسة العين. العين أنا بسميها زي الكاميرا، فيها جزء خارجي وجزء داخلي. الجزء الخارجي القرنية العين، عملنا حلقات عليها كتيرة جدا بنتكلم على القرنية وأمراض القرنية. داخل العين في عدسة، العدسة دي هي مسؤولة مع القرنية يجمعوا الضوء على شبكية العين. فالعدسة دي تكون عدسة بلورية تساعد تدخل الضوء وتخرج الضوء. مع كبر السن تبتدي العدسة تحصل فيها عتامات، العتامات دي عبارة عن ترسبات بروتينية، ده اللي هو شكوة المياه البيضاء أو المرض المياه البيضاء، وده مختلف عن المياه الزرقاء. لأن المياه الزرقاء عبارة عن ارتفاع ضغط العين، موضوع تاني خالص، بس السمة مياه زرقاء عشان الضغط العين بيكون عالي. أما المياه البيضاء عبارة عن عتامات في عدسة العين، فممكن الإنسان لما يقرب، يعني حتى لما يجي المريض كل مياه بيضاء زايدة شوية، فأنده أهله يا جماعة بصوا بالضوء بالطرش، بس يبصوا يلاقوا الحدقة بتاعت العين نوع أبيض، يقولوا إيه ده؟ أقول لهم هي دي المياه البيضاء. عبارة عن عتامات في عدسة العين الداخلية. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى العتامات؟ بتحصل ترسبات بروتينية، سبحان الله، بيكون بعد ما يكون البروتين اللي جوه العين كريستال بتحصل فيه شيخوخة، يعني هو مرض من أمراض الشيخوخة. بيحصل فيه ايجينج بالظبط كده حضرتك قلت بالظبط. فبتدي العدسة تتحول بقى لما كانت البروتين بتاعها كلير وكريستالاين ويدخل الضوء بقى بتبقى فيه غشاوة. الأعراض إيه بقى؟ مشكلتها بتبقى طبعا الانسان بيبتدي يقول لك انا يعني الاب دايما الناس كبار السن الجد يقول لك انا لابس نظارتي ومرضه وانا مش شايف. طب بتشتكي من ايه يا جدي او يا والدي؟ يقول لك انا قدامي شبوره، انا قدامي دخان ابيض، انا قدامي ستاره بيضه مش شايف كويس، حتى بالنظاره يقول لك حتى بالنظاره. فيبتدي نفكر ان احنا في مشكله ما في العدسه الداخليه، يبتدي الفحص نشخص ان دي مياه بيضاء. ايه مشكله اهمال المياه البيضاء؟ ما في ناس بتطنش. ما احنا نتكلم على الجيل القديم والجيل الجديد. القديم كان يقول لك طبعا كلمه مشهوره جدا يقول لك الميه البيضاء ما تستوي، استنى استوي. يقول لك في بلاد بره يقول لك استنى اما الميه البيضاء تتجمع، تمام، عايز تبقى قطعه واحده. ليه؟ لان كنا زمان بنفتح فتحه كبيره في العين حقيقه ونطلع العدسه كلها قطعه واحده،
وما نزرعش عدسات حتى خالص، نلبس نظاره وخلاص هو على كده ده كان، وناخد غرز في العين زي عمليه جراحيه عاديه خالص. دلوقتي لا خلاص، في ميه بيضاء نسحبها ونسحبها بطرق سهله وبسيطه جدا. ازاي نشخص الميه البيضاء؟ الفحص الكلينيكي يعني، حتى دي بنعلمها تلامذتنا لما مثلا من مثلا بندرس احنا كاساتذه الجامعه مثلا اللي هو طب الاسره، فبنقول لازم فاهم اقول له دايما فكر كبار السن يقول لك مش شايف وبقى له فتره طويله مش شايف وبقى له سنوات او شهور نظره بيقل، فكر نمره واحد الميه البيضاء فخلاص. لكن احنا بالنسبه لك اطباء عيون طبعا، اي طبيب متمرس بالفحص بالجهاز اللي هو المصباح الشقي او اللي هو ستيت لامب بيقدر يشوف ان في خلاص العدسه مش واخده الشكل الطبيعي، ده فيها تغيرات عمريه او تحولت الى مياه بيضاء بدرجاتها المختلفه. هل لابد ان تاتي لكبار السن الحالات الصغيره؟ يعني نقدر نقول انها 90% لكبار السن، هو مرض شيخوخه زي ما قلنا من شويه، لكن ممكن تيجي تبقى مياه بيضاء خلقيه. طفل صغير مولود بمياه بيضاء. او تيجي لحد بقى بيعمل حاجه مشكله بقى، دي نقطه فرصه عن طريق برنامج حضرتك نتكلم عليها. قطرات الكورتيزون. دي كلام قاسي جدا جدا، ان هو المريض مثلا بيلبس عدسات لاصقه ولقى عيناته ملتهبه فيروح للصيدلي مشكورا اداله قطر كورتيزون، حط منها قال لك الله الله ده الدنيا جميله جدا اتحسنت بسرعه خلاص يكمل عليها بقى. ليه جاي لي بعد 6-7 اشهر سيادته تجمع عنده مياه بيضاء وتجمع عنده ارتفاع ضغط العين الجلوكوما. ويا سلام بقى قعد سنه سنتين يكون جالي العصب نص التاكل صار ميه زرقاء بسبب بس ان الطبيب مش طبيب صيدلي طبعا اداله قطره والمريض اخذ القطرات الكورتيزون بدون مراجعه الطبيب وليس بدون اشراف الطبي. فدي لكن هو السبب الرئيسي كبار السن. يجي ثاني شيء اللي هو قلنا الخلقي او اللي يكون الطفل مولود بيها قطرات الكورتيزون ومرضى السكر عرضه اكثر من غيرهم للمياه البيضاء. عشان كده قلت سن ممكن يبقى مبكر شويه بسبب السكر. مظبوط. ايه التطور الحديث في عمليات المياه البيضاء؟ اختلفت الدنيا تماما، يعني ما زالت التكنولوجيا بتجري جدا بينا سواء بطريقه سحب المياه البيضاء او بطريقه العدسات اللي بنزرعها بديل المياه البيضاء، لان انا لما هسحب العدسه لازم احط حاجه مكانها. فكنا زمان خالص ما فيش لازم اعمل عمليه جراحيه كبيره ونفتح فتحه كبيره وما عنديش قدره ان ازرع عدسه، ما عنديش مكان ازرع فيه العدسه، فكان المريض يلبس نظاره سميكه مكبره، اكيد شفنا اجدادنا كبار خالص لابس نظاره كبيره. وطبعا العمليه كانت عمليه قاسيه شويه لان انت بتفتح فتحه كبيره في العين بيقعد قافل العين ممكن لمده 30-40 يوم يا عيني في 10-12 غرزه في العين، كانت قصه كبيره جدا. تطور العلم بعد كده وبالتالي نسحبها بطرق افضل شويه، فتحاتنا بقت اصغر وبالتالي نزرع عدسات جوه العين. العدسات دي نفسها الاول كانت عدسات صلبه، يعني هزرع عدسه ما زالت لازم ادخلها ان عدسه صلبه، عدسه قطرها كبير فلازم ازرعها من فتحه كبيره وبرضه اضطر اخد غرز، لحد ما وصلنا بقى لاخر 10 سنوات هي عدسات اللينه. وده كان تطور بالنسبه لنا رائع، ان انا اقدر ادخل اسحب الاوانه الميه البيضاء من فتحه صغيره جدا، اتكلم على 2.4 ملي يعني تقريبا ربع السنتي، ده سيلف سيلد يعني ده فتحه بتقفل لوحدها بدون اي غرز ولا حاجه. الانسان ممكن بعد 3-4 ساعات بيشيل غطاء على عينه يبتدي يشوف الدنيا بتتغير تمام، واحط العدسه من مكان صغير. السؤال ازاي عدسه قطرها 6 أو 8 ملي ادخلها من 2.4 بقت عدسات لينه او عدسات منطبقه. العدسات دي ان انا بقدر ادخلها زي بالظبط السجاده بلفها وادخلها من زي الانجكتور او حقنه صغيره تخش تتفرد جوه العين وتخلي الانسان ده خلاص يخلص من النظاره. ايه المميزات بتاع الاساليب الحديثه دي اللي خلت العمليات تطورت هذا التطور؟ الريكفري طبعا، يعني ريكفري رهيب. يعني الكلمه دي مهمه على فكره، الريكفري الاستشفاء. الاستشفاء بالظبط كده. في فرق شاسع ان انا حاطط فتحه سنتي او سنتي ونص في العين وحاط 10-12 غرزه، او ان انا فاتح فتحه بالملي مش بالسنتي 2.4 ملي وفي نفس الوقت ما خدتش فيها غرز خالص، والانسان ده اسبوع بكتير ويرجع لحالته الطبيعيه. ولو عايز من تاني يوم ينزل شغله ما فيش مشكله بالنسبه لنا، بس بننبههم طبعا ما تلمس عينك اول اسبوع ولا تدخل ميه جواها عشان ده جرح، والجرح بياخد اسبوع معروف، لكن بقى جرح بالشفاء بتاعه سريع جدا والانسان ده بيرجع حالته الطبيعيه بسرعه جدا. ايه الجديد في العمليه؟ ايه الجديد في الاحدث في المياه البيضاء؟ كل يوم في عندكم حاجه؟ بصراحه عندنا حاجتين طبعا. اولا طريقه سحب المياه البيضاء بعد ما قلنا الاول كانت جراحيه، بقت بالموجات الصوتيه او تقنيه الفيك اومالسيفيكيشن، وبعدين بقى ظهر كمان الفيمتو ليزر، يعني مش بس ان احنا نسحب المياه البيضاء بجهاز الموجات الصوتيه، لا ده انا هستخدم تقنيه الفيمتو ليزر. هيساعدني في ايه الفيمتو ليزر؟ ان هو هيفتح لي precise wound، يعني يفتح فتحات مظبوطة بمقاس مظبوط بالليزر بدون تدخل جراحي خالص، وكمان هيساعد انه يفتت العدسة بصورة كويسة.
طيب ده بالنسبة لطريقة سحب المياه البيضاء. طيب بالنسبة للعدسات، لا ده عندنا عدسات طبعا متطورة جدا، وأبسط حاجة وأجمل حاجة أنها عندنا قدرة أن احنا مش بس نسحب مياه البيضاء ولا نعالج مشكلة أن المريض مش شايف كويس، لا عندي قدرة كمان أن أنا أحط له عدسات تخليه يخلص من النضارة، ودي كانت بالنسبة لنا وبالنسبة للمريض حاجة جميلة جدا. فتحولت المياه البيضاء بدل ما كانت عملية لعلاج مشكلة إلى عملية تصحيح نظر. يعني المريض بقى طمع شوية معانا وإحنا مبسوطين عايزين نساعده، يعني إنه يقول لك لا أنا صاحبي عملها وما لبسش نظارة، ده انا عندي استجماتيزم عالي. هتشيل الاستجماتيزم ده وتروح مع العمليه؟ اقول له ايوه، احط لك عدسات مخصوصه، مش بس هنسحب ميه بيضاء اللي عندنا مشكله وعامل لك شبوره، لا كمان احط لك عدسه. العدسه دي فيها حاجه اسمها التوريك، كلمه توريك يعني انا هحط العدسه على اكسس معين اشيل كمان الاستجماتيزم. فطبعا بقت حاجه جميله. وبعدين دخلنا في تطور تاني، المريض يقول لك انا مش عايز البس نظاره قرايه، انا رجل اعمال، انا عايز اعمل عمليه يا دكتور احمد اسحب ميه بيضاء وكمان البس نظاره قرايه. فدخلنا في العدسات اللي هي المالتي فوكال والتراي فوكال، زي بالظبط ما في نظارات متعدده بؤرات بالظبط، كمان طلع عدسات بهذه الصوره. فدخلنا في ستيج ان المريض لا مش بس بيعمل عمليه ميه بيضاء، لا ده كمان بيعمل عمليه تصحيح ابصار. وصلنا مرحلة ان يجي مريض مثلا ممكن عنده ميه بيضاء لسه في اولها خالص، لكن هو بيلبس نظاره مثلا زائد 5 او زائد 6، ده ميزرابل يعني، اللي عنده طول نظر 5 درجات ده ولا شايف البعيد ولا شايف الكمبيوتر بتاعه ولا شايف القريب، فده انت بتغير حياته تماما، انه فجاه بيقدر يشوف الكلام ده كله بوضع عدسات اللي هي المتعدده البؤرات او اللي بنسميها عدسات الترايفوكال ثلاثيه البؤره، ويعيش حياه طبيعيه. بيقول لك انا دلوقتي سايق العربيه، انا قادر اشوف الشاشه بتاعه العربيه، شايف العلامات الاخيره، وكمان لو عايز امسك موبايل وطبعا ده غلط يعني، بس قادر اشوف موبايل قدامي، فعنده قدره انه يقدر يشوف كل الكلام ده كله بعمليه بقت شبه تصحيح الابصار. هو برضه يعني ساعات الواحد وهو سايق ساعات يبص بصه ما فيش بص كده على السريع. لا يعني بس ما هو انا واحد بيتصل، فانا اصل هي الحادثه بتحصل ليه مش شايف كويس، فبيقعد يراقب كل لبس وبتاع يكون خبط. او حتى على فكره يعني مثلا مثال، مثلا راجل اعمال مثلا، فهو مثلا قاعد في المكتب بتاعه وبعدين قاعد مثلا بيخش عليه موظف فيبص على الموظف، وبعدين عنده اللابتوب بتاعه بقى عايز يمضي على شيك، بيقول لك انا مش قادر، طب اعمل ايه في الكلام ده كله؟ فانت حليت له كل الكلام ده كله بعدسه مخصوصه. هي نظاره القرايه دي نظاره رخمه جدا. ديفينتلي ديفينتلي نسي يعني طبعًا. نظاره القرايه انا اعرف ناس جايبه 15 نظاره قرايه. ده حقيقي ده حقيقي. موزعاهم. ده حقيقي. هي نظاره القرايه رخيصه مش غاليه. النظاره ب 30 جنيه حلوه. فبيجيبوا كتير. يجيب له 10 نظارات. في كل مكان حاطط واحده. لو ربنا ما يسرها عليها يجيب 10 مثلا. طب ماشي بيحط كل حته وبينساهم برضه وبيضيعوا ما بيلاقوهمش. السؤال بقى اللي هو ايه؟ في حته فنيه علميه وفي حته شعبيه. أوكي. هل تعود المياه البيضاء مره اخرى؟ الحته الشعبيه انه في فاتي في الحته دي. أيوة. لكن حته علميه، ما هو هل تتاثر العدسه بدبرس معينه؟ هل في التهاب ممكن يحصل في البوستير بارت اوف ذا اوبسيو سيرفيس بتاع القرنيه الحته بتاعتنا؟ هو ما فيش حاجه اسمها ما بدها ترجع، يعني الكلمه دي كلمه خاطئه تمام، بس كلمه دارجه برضو. لكن هو نقولها بكلام علمي زي ما حضرتك قلت دلوقتي، ان العدسه ما بزرعها، ما انا مش هزرعها في الهواء، حطها جوه محفظه. المحفظه دي عباره عن بواقي العدسه القديمه. يعني المياه البيضاء عباره عن ايه؟ بسحب مكونات العدسه واسيب الكبسوله بتاعتنا اللي بنسميها المحفظه، بحط جواها العدسه الجديده. ففعلا في بعض الاحيان بيحصل فيه زي عتمات في العدسه، مش العدسه نفسها، المحفظه اللي العدسه موجوده فيها. ده من طرف بسيط بنعمل حاجه اسمها تنظيف بالليزر، او حتى ناس بقى في كلمه يقول لك تلميع العدسه. هو مش تلميع العدسه شخصيا، العدسه ما فيهاش حاجه هنلمعها، لكن المحفظه اللي فيها شويه غشاوه بنضرب عليها ليزر. ده حاجه في العياده بتعمل في ثانيه ثانيتين، تنظف بيها الكبسوله او المحفظه، المريض يرجع يشوف تاني بصوره كويسه. لكن مش فيش حاجه اسمها ان المياه البيضاء بترجع. انت نورتنا وابدعت. الله يخليك. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد المعتصم، استاذ الرمد بكليه الطب جامعه عين شمس، واستشاري طب وجراحات العيون، واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العربي، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاته على الاطلاق في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. السمنه الحاله نفسها دايما بيبقى ليها قصه، وساعات القصة دي تبقى قصة مأساوية، ساعات القصة دي تبقى قصة حزينة، لكن القصة بتبقى حزينة في أولها بس في الغالب إن شاء الله تبقى مفرحة في آخرها، وده شيء جميل. بطن العيان مهمة جدا للجراح، ربما تلاقي فات في جدار البطن يعوق المنظار، فات قديم، فات جراحي، تتوقع إنه ده ممكن يعكسك أثناء العملية. واحد عامل فات عنده فات جراحي كبير وأنت وعدته إنه يعمل عملية تحويل مسار
ممكن تفشل اللي انت تعملها، تطلع لمع ازاي من فتق في الحجاب في المعده. معظم الناس ربما يكون ثقافته في الادويه مش زي ثقافه دكتور. انت بتكلم واحد انت لازم تعيد عليه سؤال، انت تاخد نوعه دواء سيوله واحد ولا تاخد كذا نوع من ادويه السيوله؟ ربما يكون هو بياخد ادويه سيوله متعدده وهو بس فاكر ان دواء السيوله ده الاسبرين بس، هو ده دواء السيوله بالنسبه له. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم السمنه وجراحتها. السمنه الحاله نفسها دايما بيبقى ليها قصه، وساعات القصه دي تبقى قصه ماساويه، ساعات القصه دي تبقى قصه حزينه، لكن القصه بتبقى حزينه في اولها بس في الغالب ان شاء الله تبقى مفرحه في اخرها، وده شيء جميل. النهارده لقاء ممتع للغايه مع ضيفي العزيز المبدع دائما في حواره، واللي بيمتعنا وجوده معنا اكيد أسرى جراحة السمنة إسراء كبيرا جدا، ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة، والاسم المتميز للغاية، واحد من نجوم هذا العالم في مصر والوطن العربي. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. القصة كلمة مهمة جدا جدا عندكم في عالم جراحة السمنة، فقول لي كده مثلا، احنا حكينا قصة لكن في مصر وفي العرب في قصص أكثر إثارة وأكثر تشويق. طبعا يعني في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة لها مقاس كتيرة جدا، آخرها يمكن شاب غير متزوج في نهاية الثلاثينات، كان يعني حاول وزنه فعلا كاسر 250 كيلو، وبعدين ابتدى يعمل عملية في إحدى الجامعات يعني قبل كده، وكان معروض علينا للإعادة للمرة الثالثة بقى، يعني كان عامل عملية وكانت فشلت يعني لظروف يعني كان قد تكون جراحية. ابتدى يرجع تاني العملية يلغيها يعني لعدم استخدام طبعا التقنيات الحديثة، ويمكن كان الموضوع قديم يعني الكلام ده، يمكن قال لي إنه عمل العملية دي يمكن من 15 سنة. الفكرة بقى إنه هو قاعد في البيت دلوقتي بقاله سنين، ما ساب شغله، كان بيشتغل في وظيفة مرموقة مش قادر يواجه الحياة. طبعا عنده مشاكل من العمليات الفاشلة السابقة، طبعا افتاء في البطن، بطنه كلها تقريبا جرة. المأساة بقى إنه رجع لوزنه الطبيعي اللي هو ما قبل العملية، مخسش أصلا على العملية الأولى. طبعا كان العمليات طبعا غير متقدمة أيامها، ويمكن التقنيات ما كانتش فدي يعني واحد السمنة هزماه ما قعداه في البيت ما بيتحركش. يعني خد بقى على ده حاجات كتيرة جدا في سن الأطفال اللي هم يمكن أو يمكن الشباب اللي أكبر شوية اللي هو في الجامعات اللي مش قادر يروح الجامعة بتاعته، مش قادر يواجه المجتمع. تأخر الإنجاب، نسب طلاق عالية جدا في السمنة المفرطة، والسيدات ما عندهمش سمن للاسف. يعني هو ده حاجه مرضيه محتاجه تتعالج، يعني هو المفروض المجتمع يساعدهم مش يهزمهم نفسيا. ولا قصص كتيره خالص يعني، دي يعني كل يوم قصص حزينه بسبب السمنه المفرطه المرضيه. انا مصمم ان اقول ان هي مرضيه. كان احد برضو الناس فوق سن ال 60 سنه قاعد شهور يتعالج من انقطاع النفس اثناء النوم، ما جابوه من الساحل الشمالي بعربية إسعاف، وقعد في المستشفى شهر بنحضره في مستشفى وادي النيل، قعد يتحضر فيها شهر. والحقيقة تم إجراء العملية الحمد لله بنجاح. أسبوع واحد بعد العملية نفسه استريح جدا، ابتدى ياخد نفسه بصورة عادية. وعايز أقول لحضرتك إنه اتأخر في إجراء العملية دي سنين، يعني شفته قبل ما يعمل العملية يمكن بسنتين بيتجهز، كان خايف من إجراء العملية، وبعد كده عملها في ظروف يعني هو تعتبر طريقه بالنسبه له. ما هو دكاتره الصدريه قالوا له انت ما لكش علاج، انت لازم تخس في الوزن لان انقطاع النفس اثناء النوم ملوش حل، انت هتعمل ايه؟ ما خرجش من المستشفى، تاني قاعد في المستشفى يعني يعلي كفاءه الصدر بتاعه، وتم اجراء العمليه في نفس المستشفى وقعد شويه وبعدين خرج بالسلامه. يعني بقينا اصدقاء دلوقتي من كتر ما استفادوا بقى، يعني حاجه جميله جدا من انقاص الوزن. فانقطاع النفس اثناء النوم او الازمات اللي هي بتاعت القلب دي اللي بتحصل دي حاجه مش مفاجاه، يعني دي حاجه يوميه، وعلى فكره يعني بتوصل
ممكن في ناس من المشاهير حصل لهم صدمة الريست بدون اي سابق انذار، هو بيكون اول شكوى اللي هو يتوقف القلب في اول شكوى. ممكن كان في ناس من المشاهير طبعا الله يرحمه علاء ولي الدين، يعني كانت حاجه برضو من مأساة. الحاجات المسؤوله الله يرحمه يعني. فالسمنه المفرطه هي سمنه، هي مرض مزمن شديد الخطوره يجب علاجه، يعني دي حاجه احنا لازم كلنا نعترف بيها. في سؤال كلاسيكي قوي بس السؤال ده مهم جدا، هي نسب النجاح في عوامل واسباب وشغل وراء حاجه اسمها ارتفاع نسب نجاح؟ طبعا طبعا كل حاجه لها عوامل نجاح. تكميم المعده، تحويل مسار المعده، التكميم مع التحويل، تحويل مسار الاثنى عشر، يعني الجراحات دي الحقيقه هي محتاجه كذا حاجه، محتاجه احترافيه في الاداء، ان انت تعمل عمليه باحترافيه شديده، لان الواحد بيتعرض لمواقف شديده الخطوره. ما هي العيان مش عيان سمنه اللي هو 90 كيلو على، يعني هو ده مش سمنه مفرطه، احنا يعني طبعا متعرض لمواقف بطون ناس متقدمه في السن، اوزان ضخمه يعني في 180 كيلو 200 كيلو، تلاقي الوزن الطول كله 150 سنتي، فسمن مفرطه شديده، يعني الدهون فعلا يعني متكدسه في البطن. انت لو مش جراح ماسك يعني عنده الحرفيه الكافيه والله ما طالع من بطن العيان، انا بقول لحضرتك، لان الموضوع محتاج حرفيه، محتاج انت. انا يمكن بحضر مؤتمرات كده بصوره دوريه بلينك، يمكن حاجه منهم زي الباري لينك، بنقعد نناقش مجموعه من الجراحين العالميين، بنقعد نناقش حالات، احنا بنشوف مقاسي في بطون العينين لعدم الخبره. ما هم الجراحين بره ما عندهمش مشكله في ان هو يعرض مشاكله، يعني عادي. واحنا برضو على فكره اي حاجه تفيد المجتمع الطبي بنقول لهم عليها، ما دي مش غلط يعني. فبتعرض يعني حاله من ضمن الحالات بتتعرض يدخل يعمل عمليه تحويل مسار المعده بصوره يعني مش موفقه، فيقوم طول المعده غير متناسب، مش عارف يطلع الامعاء من تحت، فيقوم الامعاء يقوم يطلع دباسه، فيقوم دباسه خارمه الامعاء، فيقوم لاغي العمليه دي، فعمل عمليه بدل هو ما يعمل تحويل مسار معده مصغر يعمل تحويل مسار معده كلاسيكي. تحويل مسار المعده الكلاسيكي مش عارف يطلع اللوب من تحت، تقوم مسربه منه جوه العمليات، يقوم قاصص ده كله ويلاغي العمليه ويحاول يعمل تكميم، يقوم التكميم يحصل فيه ستريكتشر او ضيق في العمليه. يعني هو ده راجع لعدم قدره على ان انت تجري عمليه باحترافيه. انا طبعا ما قدرتش اسكت ساعتها وقلت له احنا كان لازم نعمل كذا ولازم نعمل، يعني قصدي ان الجراح الغير متمكن كتير جدا من مشاكل العمليات هتكون بسبب الجراح الحقيقه، لانه يعني السمنه المفرطه ليها تشالنجز وليها صعوبات جوه العمليات، ازاي تستخدم الالات اللي انت بتستخدمها؟ انت لو حتى بتستخدم دباسه احترافيه شديده، انت يعني هي الموضوع مش كله دباسات. الموضوع كله احترافيه في ان انت تعمل العمليه او تكملها، او ايه الامان بالنسبه للعيان ده. تقيم طول الامعاء، هتعرف تطلع الامعاء، تعرف تكمل له تحويل مسار بابعاد منتظمه ولا لا، هتعرف تعمل تحويل مسار، يعني تحويل مسار المعده المصغر انت محتاج لونج نارو باوتش. معده طويله في تحويل مسار المعده المصغر تكون احترافيه تمنع الارتجاع. انت قصيت المعده من نصها، طب انت هيجي لك ارتجاع مراري بنسبه كبيره جدا. التواء الامعاء والتواء المعده يعني قصدي في حاجات كثيره بتحصل. النمره الثانيه محتاج مكان مجهز، يعني عمليات مجهزه بطقم تخدير احترافي يقدر يستخدم. هو في ادويه بتنفع لمرضى السمنه الخطيرين، احنا يمكن ما اعرفش يعني كل سنه بتشتغل في السمنه كل ما بتتعرض لحالات اصعب، يعني انت كل ما بيجي لك اصعب الحالات، لدرجه ان التخدير اللي بيشتغل معانا فعلا بيئن من كتر الحالات اللي هي فيها صعوبه، لانه اللي مركب ثلاث دعامات في القلب وانت بتعرضه وتقول له نايم العيان ده، اللي عنده فشل كلوي ومقدم على زراعه كلى وعايز تنزل له وزنه، ما انت ده تشالنج بالنسبه للمريض. اللي عنده لانج فايبروزس، تليف في الرئه سابق، وتقول التخدير نايمه، ما هو يعني احنا لازم نظهر دور التخدير حقهم، اللي احنا لازم نقول ان فريق التخدير المحترف بيتعب مع العيان دول. يعني انت ما تطلعش برضه كجراح سمنه تقول انا عملت عمليه لعيان 200 كيلو لوحدي، انا هي مش كده، يعني انت دكتور التخدير اكيد عمل حاجات احترافيه في العيان ده، لولاها ما كنتش عملت العمليه، ما كانش هيوافق اصلا نايم العيان. فدكاتره التخدير الحقيقه بيشيلوا جزء كبير، احنا يعني طبعا لازم نديهم حقه مظبوط، احترافيته في ان هو يقدر يركب انبوبه في عيان رقبته قصيره
عنده انقطاع نفس اثناء النوم بيشخر طول الليل مش قادر ياخد نفسه. كميه الدهون اللي قافله كبيره. طبعا ده محتاج انت مش محتاج تجرب تدخل انبوبه وبعد كده العين ما تعرفش تدخل فيه انبوبه، ما انت كده يعني انت هتموته. فاحترافيه عنده، ما احترافيه برده لوحدها برده ما تنفعش، محتاج عنده الاجهزه الكافيه اللي هو لو اتزنق تنجزه تساعده ما يتزنقش تخدريا. استخدام الادويه الاحترافيه في بعض مرضى السمنه المفرطه، ده واحد 200 كيلو ما انتش عايزه ينام فتره كبيره، عايز تديله ريفيرز في وقت قصير، انت برده عايز تعمل عمليه في وقت قصير وتخدير مساعدك، لازم تستخدم برده التقنيات الحديثه اللي تساعدك ما توقفكش يعني. عايز تستخدم دباسات حديثه على اعلى مستوى، استخدم كل ده ومعكش فريق مساعد يساعدك، فيرست اسيستنت كويس وحكيمه مدربه، وما عندكش فاقد في الوقت دقيقه. انت عايز تنام عيان في فتره قصيره، نفسه مش مستريح، عيان كتلته كبيره، عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل في الرئه، انت محتاج تعمل عمليه في 20 دقيقه لو انت بتعمل تكميم، عايز تعمل عمليه في نص ساعه، ساعه الا ربع في عمليه تحويل مسار، مش محتاج العيان يقعد فتره كبيره في اثناء العمليه. فطبعا في عوامل نجاح كتيره جدا 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 لازم يعني طبعا نسردها كل مره وبنفس الاسلوب عشان نحصل على نتيجه برضو موفقه. في بقى كلمه مهمه والناس ممكن تفهم اجزاء منها وما تكملش الموضوع لغايه اخره، كلمه الخطه العلاجيه. الخطه العلاجيه في ناس مثلا تفهم ان الخطه العلاجيه دي معناها ان هي انت اخترت عمليه تكميم ولا تحويل مسار، يا يعني دماغها ان دي الخطه العلاجيه. في ناس ثانيه عندها ثقافه اعلى، عندها الخطه العلاجيه دي انت اخترت لي بقى نوع العمليه ونوع الدباسه وطريقه التخدير و لكن في كمان حاجات جوه العمليه نفسها خطه علاجيه. طبعا يعني احنا طبعا دي هي منظومه لا يمكن تغفل عن حاجه منهم. طبعا تحضير ما قبل العمليه ده مهم جدا، الاخذ تاريخ مرضي كافي جدا عشان تتفادى، يعني واحد عنده ارتجاع من الريق وانا اغفلت نفسي عنه، عملت نفسي مش واخد بالي او ما سالتش عليه، وده حاجه في منتهى الخطوره. انت لو عملت عمليه تكميم ال 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 الارتجاع هيزيد. هات واحد بياخد ادويه سيوله، ده حاجات والله بسيطة جدا بس ممكن تعمل طبعا مشاكل. واحد بياخد أدوية سيولة زي الأسبرين والبلافكس معظم الناس ربما يكون ثقافته في الأدوية مش زي ثقافة دكتور. أنت بتكلم واحد أنت لازم تعيد عليه سؤال، أنت بتاخد نوع دواء سيولة واحد ولا بتاخد كذا نوع من أدوية السيولة؟ ربما يكون هو بياخد أدوية سيولة متعددة وهو بس فاكر أن دواء السيولة ده الأسبرين بس، هو ده دواء السيولة بالنسبة له. فانت لازم تراجع مع المريض بحكم الخبره الكافيه والفريق المدرب، ان هو في تفاصيل يعني كثيره جدا هي ما بتجيش الا بالخبره، ما بتجيش الا بالخبره. يعني تقول لي قول لي انا همشي واسال على ادويه السيوله، انت بتاخد ادويه السيوله حضرتك؟ اقول لك انا ما باخدش، خلاص وقفت الاسبرين. وهتلاقي بقى في ادويه ثانيه، احنا بنطلب من العيان ان هو يصور الادويه كلها اللي موجوده في البيت ونراجع دواء دواء، وبتاخد ده وبتاخد ده ولا بتاخد، يعني قصدي لازم تتراجع. بياخد علاجات للسكر، كيف يمكن تنظيمها ما قبل العمليه وتنظيمها ما بعد العمليه. واحد بياخد انسولين قبل العمليه، ياخد الجرعه قد ايه قبل العمليه وجرعه قد ايه بعد العمليه. ادويه اللي هي الادويه الغده الدرقيه محتاجه تتظبط، ما يدخلش طبعا طول الوقت للغده الدرقيه مش متظبط ويدخل عمليات او يتفاجئ ان هو داخل بتي اس اتش مثلا فوق ال 10 او 15 يعني طبعا. فالتاريخ الجراحي اللي هو عامل عمليات قبل كده سابقه شكل الجرح، ما تدخلش عيان العمليات من غير ما تفحص بطنه، يعني بطن العيان مهمه جدا للجراح. ربما تلاقي فات في جدار البطن يعوق المنظار، فات قديم، فات جراحي، تتوقع انه ده ممكن يعكسك اثناء العمليه. واحد عامل فات عنده فات جراحي كبير وانت وعدته انه يعمل عمليه تحويل مسار، ممكن تفشل ان انت تعملها، تطلع لمع ازاي من فات في الحجاب في المعده. فطبعا كل كلمه بتقعدها مع العين مهمه، كل تحضير مهم اثناء العمليه. طبعا في يعني احيانا بتدخل وتلاقي الواحد اسيمتوماتيك للريفلكس، ما عندوش شكوى للريفلكس، تلاقي عنده فاتح في الحجاب الحاجز، هتسيبه؟ لا، لازم تصلحه. شكل المعده، طبعا سمك المعده نفسه محتاج خبره عاليه جدا في استخدام او تناسق الدباسات الجراحيه، ان انت ازاي تستخدم لكل نسيج لون الدباسه، يعني في تفاصيل كثيره جدا اثناء العمليه. طبعا احيانا بتدخل تلاقي السونار معمول وتلاقي الكبد فيه تليف جامد، هتعمل ايه؟ يعني هو ده سؤال. ويكون العيان عامل سونار قبل العمليه، والسونار احيانا ما بيبقاش اكيوريت قوي لان العيان مريض سمنه مفرطه، وتلاقي اوبريتور ديبندنت، يعني هو معتمد على اللي بيعمل السونار مش الجهاز نفسه يعني. فتلاقي طبعا نتائج
يقول لك الكبد زي الفل واموره كويسه، تلاقي الكبد متليف، ايه الوضع هتعمل ايه؟ ففي قرارات قد تتاخد جوه العمليه. ما بعد العمليه محتاج فريق تغذيه كويس، محتاج جلديه كويس، محتاج علاج طبيعي كويس، محتاج نفسيه كويس، يعني في تفاصيل كتيره جدا هي منظومه. تعال نشوف مع بعض قصه من القصص المهمه جدا اللي بهتم جدا بكلام الناس، كلام الناس قبل وبعد، كلام الناس اللي مروا بتجربه انا بعتقد انها تجربه ماساويه في حياتهم او قاسيه في حياتهم وعدوا بيها لبرج النجاح. دايما قسمنا تجربه قاسيه، تعالوا نشوف مع بعض. Well, the experience was good. It was better than I expected. I don't feel any pain. It was easy and the scars are minimal. It was just one that'll be gone very soon, hopefully. Hi guys, my name is Heba. I'm from America. I came all the way to Egypt to get surgery done with Dr. Karim Sabri. I came here in March 2019. I had a gastric sleeve done. If you want to get it done, come to Dr. Karim Sabri. When I did my surgery, there was no complications. There's no scarring. I lost 120 pounds, which is like, what, 55 kilograms. I started at 268 pounds, and I'm now 165. دايما في الجراحات كلمة المريض، يعني مريض يقول لك انا بعمل جراحه، انا خلاص انا سلمتكم نفسي، الا في جراحه السمنه المريض له دور كبير، سواء في طاعه الاوامر ما بعد المتابعه او بعد العمليه، او كمان انه يستمر متصل بالمنظومه. حقيقه طبعا انا يعني بشكر استاذه هبه، هي عائله يعني مصريه ساكنين قاعدين في امريكا، وهي مولوده هناك في امريكا، يعني هي عايشه هناك وهذا الستايل الامريكي يعني. والحقيقه طبعا انا سعيد بنقل تجربتها لسبب انه هي انسانه طبيعيه وعملت عمليه احترافيه، فهي يعني احسن ما بعد العمليه. احنا بقى لو قارنت ده في بعض الناس اللي هم ما بياخدوش تعليمات كافيه، يعني المعادله في طريقه التعليمات ما بعد العمليه مش دي النتيجه اللي هتحصل. انت اللي نورتني وابدعت كالعاده. شكرا. ضيف العزيز القمه العلميه المتميزه لاسم اللامع الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحه السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس عضو ومدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا. يبقى السمنه تجربه قاسيه جدا جدا، حاول تخرج منها بسرعه عشان توصل لبر الامان وتبقى انسان عايش حياته. الكلمة دي رغم بساطتها لكنها تشمل معاني كثيرة. بطبيعية، عايش حياته طبيعي، كلمة سهلة لكن صعبة جدا. خليكوا دايما مع المساحة. لازم نحافظ على ظهرنا، أرجوكم يا جماعة حافظوا على ظهركم، أرجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئة تضر الظهر. هو فكر متقدم قاضه جراحي المخ والأعصاب من مئات السنين، لابد إن أنا يبقى معايا نافيجيشن عشان أقدر أختار التارجت صح، أحط في المكان الصحيح، أبقى استوفيت اللي أنا عايزه بشكل دقيق جدا. تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائلة في مجال جراحات العمود الفقري.
الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم، إحنا لازم نحافظ على ظهرنا، أرجوكم يا جماعة حافظوا على ظهركم، أرجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئة تضر الظهر. الجراحات تقدمت لكن بلاش التهورات. والجراحات تقدمت وبقى في نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحة الملاحية. هنشوف معنى كلمة الجراحة الملاحية. العالم كله على فكرة ناحية النافيجيشن، ناحية الجراحة الملاحية، وقاية أعرف أنا داخل فين، كل حاجة شايفها. في فروع كتيرة في الطب، يعني في الأسنان، النهاردة في المخ والأعصاب هنتكلم على الجراحة الملاحية. النهاردة أكيد يعني هنستمتع جدا بحوار اكسترورديناري مع ضيفي العزيز القيمة الجراحية الكبيرة واسم جراحي يعني ولا أروع، وما شاء الله مهارة خاصة جدا في تنفيذ الجراحات الصعبة جدا والتقدمية العلمية التكنولوجية اللي أحرزها في نيوروسباين، حاجة تدعو للفخر في مصر، وأكيد برضو جزء كبير جدا من السياحة العلاجية أكيد يكمن في هذا المكان في الصرح الكبير اللي ضيفي العزيز بيقوده، ضيفي العزيز الجراح المتميز الأستاذ الدكتور يوسف الحميلي. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أيمن، أحييك طبعا على السياحة العلاجية وأحييك على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والأعصاب من مئات السنين، يعني الجراحة الملاحية دي بدأت بما يسمى بالجراحة المجسمة، بدأها عالم جراحة مخ وأعصاب مع مهندس، وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الإل دوبا ومشتقاتها. وتطورت مع تطور الكمبيوتر، أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادات الطائرات. واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة، والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماما مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية، وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية، ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية في جراحات العمود الفقري تحديدا. هي الجراحة الملاحية بالضبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض نحطها على الكمبيوتر، وفي أثناء العملية الجراحية في قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية، بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة، والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو، هعمل عملية بالمنظار، أنا معايا الجراحة الملاحية بتقول المنظار ده داخل فين، على بعد قد إيه، أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى، أنا داخل على العظم بتاع الفقرات، في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغضروف. يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل أكثر دقة. الجراحة الملاحية بتديني أبعاد كل حاجة، أنا هشيل غضروف بحجم قد كده، يعني هنا مثلا المنظر باين لنا الانزلاق الغضروفي اللي باين، أنا داخل
بآلة دقيقة جدا. الآلة دي بتسبق دخول المنظار علشان دي بتبقى بمثابة الجايد أو المقياس اللي هدخل من خلاله بعد منه المنظار الجراحي. هدخل كل تفاصيل دخولي من أول ما دخلت بالآلة بتاعتي لحد ما بأنهي العملية الجراحية بتظهر لي على سكرين على بشكل صغير متطبق على أشعة المريض عشان أعرف أنا شلت قد إيه من الغضروف وشلت اللي أنا عايزه ولا لأ، ومحتاج أعمل خطوة أخرى غير استئصال الغضروف زي أن أنا أحط دعامة، زي أن أنا أعمل توسيع لمجرى الأعصاب. هذا الكلام بيظهر لي بدقة متناهية جدا. أضفت إلى رؤيتي للعملية الجراحية بالمنظار رؤية للعملية الجراحية بمراقبة أخرى من خلال الأشعة، وتطبيق الأشعة ما يسمى بالإيمج فيوجن أو دمج الصورة الواقعية مع صورة الأشعة بتاعت المريض. فبالتالي ما عندناش معدل خطأ هنا، معدل الخطأ هنا في الحجم لا يتجاوز 0.5% في الحجم، لكن في المكان ما بقاش بقى مسموح ان يحصل ان المريض يبقى عنده غضروف ما بين الفقرة الرابعة والخامسة ويطلع شايلين الغضروف اللي ما بين التالتة والرابعة، او شال جزء من الغضروف وساب جزء، او حصل انه شال الغضروف وما عملش توسيع للقناة العصبية، او ان احنا عندنا فقرة بعد ما شلنا الغضروف لقيناها غير ثابتة ومتحركة وما عملناش تثبيت للفقرة. كل هذه المعطيات اللي كانت بتكلف العيان ولا زالت في الجراحات التقليدية بتكلفه عملية واثنين وثلاثة، كل دي بتختزل في عملية واحدة. يبقى المريض بيعمل عملية، العملية دي كمان بتحافظ عليه ان هو مجرد ما يفوق من البنج يقدر يتحرك بسهولة ويسر، ومش ممنوع ان هو يوطي او يتحرك كما يريد. في عملاقين بدأوا مع بعض او يعني بدأ نجمهم يبزغ في عالم مخ والاعصاب، جراحات الملاح او جراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل. فعايزين نبص برضو يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني ايه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا رجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط، لأ، أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع إن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر ما ساعدناش في ده إن احنا نعمله ونطبقه صح إلا الجراحة الملاحية. وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي أن أول عملية أجريت بالريبوت كانت عملية بالجراحة الملاحية في المخ. العمليات اللي بتتعمل إليها التيلي سيرجري أو العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية بتعمل عمليات المخ الوظيفية اللي هي للشلل الرعاش وإصابات الحركية و وبتعمل عمليات استئصال الأورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في الجراحات العمود الفقري. بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه احنا لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وأيضا مريض يصلح له جراحة ملاحية بنظام جراحات محدودة التدخل. الحقيقة هو كل الجراحات يجب أن تطبق فيها الجراحة الملاحية، لأن ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقة إلى العملية وبيدينا رؤى واسعة جدا في أثناء العملية الجراحية. فهو مبدأ وطريقة، زي لما أنا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحة، هو أنا هستخدم التكييف ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية. فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية. أفيد تطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية. هي بتديني أن أنا أقدر أقيس دقة اللي أنا بعمله خطوة بخطوة.
وبالتالي غير مسموح بان انا اخرج من العمليه دي. وعملت خطوه محتاج ان انا اعملها بعد 3 سنين للمريض، لا ده انا العمليه بتاعتي، عملت العمليه شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالاشعه واطبق ده وقارنه باشعه المريض، اجد هناك فروق في حركه الفقرات، اعرف ان المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد سنه او 2 من العمليه بتاعتي، فاقوم عامل تثبيت في اثناء العمليه، ودي حاجه جميله جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك او جراحات الظهر الفاشله. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحه الملاحيه، تطبيقات الاشعه داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدا النافيجيشنال سيرجري او الجراحات الملاحيه، تقلص هذا المفهوم الى ارقام ما تحت 1/10. ليه؟ لان انت خدت الابعاد الاخرى اللي ممكن كنت محتاج انك تعمل العمليه والمريض ده يمشي شويه ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا ان الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت الى حد كبير جدا ثابته، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فاصبحت الفقرات دي متحركه، فانا محتاج احط حاجه او اعمل شيء اثبت بيه الفقرات. يبقى انا استخدمت المنظار، عملت بيه العمليه، شلت بيه الغضروف من غير ما اعمل اي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري، لا والجراحه الملاحيه والجراحه وجود الاشعه داخل غرفه العمليات اداني بعد اخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في ان انا منعت ان ده يحصل. الناس اللي عندها مشاكل في الفقرات بيقعدوا يذاكروا بيتفرجوا علينا، فانا لاحظت ان بعضهم عنده ارتباك في مفهوم بيخلق، يعني يتهيأله ان الجراح بالميكروسكوب ده حاجه والجراح الملاحيه حاجه ثانيه والمنظار ده حاجه ثالثه مثلا يعني، فمش فاهم انه ده ممكن يعني نعمل له خلطه واحده. كانك بتقعد مع العيانين بالظبط في العيادات، لان هو ده بيكلموني قبل ما في ناس كتير متواصلين بينا وبيبقى الكلام بدايته معايا انا، يعني يقول لي طب انا هعملها بكذا، اقول له يعني ما الاقي ان الثقافه لسه مش واصله في الحته دي، فيبقى تقصير فعلا من عندنا، احنا ما بنشرحش للناس الحته دي. هو الحقيقه مش تقصير من عندنا قد ما هي ثقافه مغلوطه بمعنى اخر. دايما انا بقول للمريض لو انت عايز بضاعه معينه ورحت كشك صغير هيفرض عليك نوع الماده اللي انت داخل تشتريها، هتقول له مثلا عايز اجيب حاجه اكلها بسكوت معين، هيديك نوع واحد، لكن تعال روح لهايبر ماركت هتلاقي الهايبر ماركت ده عنده أرفف من كل أنواع الحاجة، هو بيعرض جميع ما هو موجود سواء كان محلي أو مستورد، لأنه بيخاطب جميع الشرائح. ده مثال للجراح المتقدم اللي هو على قمة الهرم اللي بيشتغل بالتقنيات الحديثة زي الجراحة بالميكروسكوب والمنظار والجراحات الملاحية، ومثال للمستشفى المجهزة بهذه التجهيزات. طب تعال نقارن بقى، لو هو المريض راح لجراح ستايل قديم أولد فاشن ما بيعملش الكلام ده، ما تعلموش ما شافوش الكلام ده، بالنسبة له يعني حاجة مبهمة زي الطلاسم، هيقول له ايه؟ هيقنعه ان الجراحه العاديه افضل بكثير جدا من الكلام ده، واصلحنا بالجراحه العاديه بنشوف كل حاجه راي العين. الله، هو انا لما استخدم منظار اشوف بيه استطلع بيه الهلال واعرف بيه تاريخ ظهور الهلال، زي لما اقف على جبل تشتبه علي سحابه بالهلال واصوم يوم زياده او افطر يوم، الفرق كبير جدا. النهارده بقى فيه علم، حتى العلم لا يتعارض مع أي نصوص شرعية ولا يتعارض مع الطبيعة اللي ربنا خلقها. بالتالي لما يبقى عندك عالم بيستخدم الجراحات الجديدة الحديثة وعنده التقنيات دي والأساليب دي ومتدرب جيدا عليها، أعرف جيدا أن ده أحسن حد يعمل الجراحة العادية. ما هو اللي بيشوف من خرم إبرة هيقدر يشوف من شباك وليس العكس. ودايما أقول للمرضى مثال واضح، النهاردة هات لي طيار، اسأل الطيار ده انت بتعرف تسوق عربية؟ طبعا اكيد. بتعرف تسوق بسكليت؟ طبعا اكيد. لكن هات واحد انا اسف ما بيركبش غير حمار، هيعرف يسوق عربية؟ قد يكون او لا. هيعرف يسوق طيارة؟ مستحيل. بالتالي انت لما بتيجي تاخد القمة
انت بتاخد اللي عنده كل حاجة وما تخليش حد يضحك عليك. كذلك الأمر اللي بدأ الحاجات دي من سنين والناس كلها النهاردة بتمشي على مدرسته أو منهجه وبتعمل زي ما بيعمل، غير اللي لسه بيفكر يبدأها أو بيعمل شفت من حاجات أو حاجات قديمة وبدأ لما يشوف. ما احنا كلنا ما كناش بنستخدم التقنيات الحديثة دي إلا لما اقتنعنا بقد إيه هي مفيدة وقد إيه دي بتجيب من الآخر. هو دايما الحكمة أو الحكمة ضالة المؤمن. الإنسان لما يلاقي حاجة مفيدة هتفيد البشر بأي شيء لا يتعصب أبدا لشيء قديم أو لفكر، طالما أن هذا الأمر يفيد ولا يتعارض مع أي شيء ربنا عمله. الميكروسكوب يختلف إيه عن المنظار؟ إزاي الجراحة الملاحية بتخدم الاثنين؟ الميكروسكوب والمنظار هي تولز يعني أو أدوات أنا بستخدمها علشان أعمل بيها عملية كاملة أو خطوة من العملية. يعني أنا ممكن أستخدم المنظار في خطوة، أستخدم الميكروسكوب في خطوة، كل ده تحت مراقبة الجراحة الملاحية، لأن دي اللي بتقولي أنا فين بالآلة دي. أنا ماسك آلة بشتغل بيها تحت الميكروسكوب، الجراحة الملاحية مدياني أبعاد الآلة دي ودخلتها إيه من جسم الإنسان، وده مهم جدا علشان لما بقى بداخل بعمل تثبيت للفقرات مستحيل ان التثبيت ده المسمار يدخل في عصب او يدخل في الغضروف او يدخل في الحبل الشوكي، والكلام ده بنشوفه كتير في الجراحات التقليديه. حتى وان كان لدى المريض تغير في التركيب التشريحي، في مريض العمود الفقري بتاعه بيبقى معوج ملفوف في زاويه في انحراف، الجراحه الملاحيه بتقول لي انا ادخل ازاي في هذه الفقره المنحرفه، لان لو دخلت بالدخله اللي هي مفترض إنها طبيعية هتختلف في مريض عنه في آخر، وبالتالي وسائل المراقبة هنا هي اللي بتنظم لي أنا بعمل إيه واروح فين وباجي إزاي. ما بزهقش إن أنا أقول المثل ده، أنت لو بتركب تاكسي في دولة متقدمة هتلاقي التاكسي أول ما بتركب السواق بيقولك أنت هتروح المكان الفلاني، عندنا 3 طرق نقدر نروح فيهم، طريق سريع جدا ده الهايوي هياخد 10 دقايق، طريق متوسط هياخد ربع ساعة، طريق مزدحم هياخد نص ساعة، بس الطريق المزدحم ده ممكن تشوف فيه بعض المعالم الأثرية، تحب إيه؟ بيخيرك ده لأنه معاه نافيجيتور، معاه قمر صناعي، معاه إحداثيات المرور بتاع البلد، حتى لو في حادثة أو اصطلاح في كوبري أو في مكان بيبان له على الخريطة، فبالتالي بيقدر بدقة. هو ده الجراح اللي بيستخدم الجراحة الملاحية، عنده كل الداتا، ما بيستناش مفاجآت في أثناء العملية الجراحية. بيبقى شايف طبعا. في كيس دهني، في ورم ليفي، في كونجنيتال انوملي، يعني اختلال التشريح مش طبيعي هنا في المنطقه دي. مظبوط. هقف قدام قضيه مهمه جدا، لان دي قضيه على فكره بتطرح على كل التخصص، يعني للاسف التخصصات بقت متشابكه في مصر، يعني المريض بيدخل يسال دكتور في حاجه تانية وده غلط، بس بالسيل تثبيت العمود الفقري، هذه القضيه تقييم حضرتك ليها؟ تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائلة في مجال جراحات العمود الفقري، مش بس فاد المريض اللي عنده كسر في الفقرات أو عنده تزحزح في الفقرات، ولكن التثبيت ده من الحاجات اللي ادتنا فوائد كثيرة جدا. زي ما لسه كنت بقول، مريض ممكن تعمله عملية انزلاق غضروفي أو توسيع في القناة العصبية أو توسيع في مجرى العصب أو استئصال ورم، وكنا زمان بنكتفي بأننا بنعمل الكلام ده وبنطلع، بنكتشف بعد ما المريض يخضع لعمل ويرجع لحياته الطبيعية أن المريض ده بدأ يحصل عنده عدم اتزان ما بين الفقرات وعدم استقرار في المنطقة اللي اتعمل فيها العملية، ومن ثم ممكن الغضروف اللي شلته يرجع تاني بالاحتكاك ما بين الفقرات، ممكن ضيق القناة العصبية يرجع تاني نتيجة تولد أنسجة وتليفات. تثبيت الفقرات لما بنلاقي في أثناء العملية أن المريض ده محتاج، أو قبل العملية أن المريض ده محتاج تثبيت فقرات، إحنا قطعنا على المريض ده أنه يعمل عملية تانية بعد 2-3 أو 4 سنين. هو ده بعد النظر اللي أضافه التثبيت للجراحات بالعمود الفقري، وده عايز بقى رؤية وخبرة لجراح متمرس. الجراح اللي بيعمل 1000 عملية مش زي الجراح اللي بيعمل 20 عملية أبدا. الجراح اللي عمل جراحات كتير جدا ومر بكل المحطات والنقاط، يعني يكاد يكون كل اكتشافات العمود الفقري احنا
بنمر بيها. مثلا الآلات الجراحية، يعني أنا كنت مسافر من حوالي شهر، أنا اشتريت آلة جراحية بنص مليون جنيه، آلة واحدة. ساعات كتير جدا بجيب آلات جراحية غالية جدا وتطبيقاتها بتبقى قليلة جدا، بتفيدني في خطوة واحدة في العملية. ده من أحدث تثبيتات العمود الفقري، إن احنا عندنا المريض ده ما عندوش كل الفقرات سايبة، عنده جزء بس في الفقرة اللي هو مفصل الفقرة سايب. طب ما أنا مش محتاج أعمل للمريض ده بقى فتحة وأشق ظهره وأشيل عظم وأحط شرايح ومسامير وأقعد أكتفه، لا ده أنا محتاج أثبت الجزء اللي بايظ بس المشكلة في الحتة دي، يبقى أنا هحط حاجة اسمها ووشر أو تثبيت مفصلي لمفصل من مفاصل العمود الفقري. الجميل بقى أن المريض ده هيفوق من العملية، هيقدر يتحرك يوطي يلعب كورة يعيش حياته بشكل طبيعي، وأنا تغلبت عن المشكلة اللي كانت ممكن بعد سنتين ثلاثة تظهر لي في صورة غضروف تاني أو ضيق تاني أو تزحزح أو ألم. ظهرت ثلاثية الأبعاد في العمليات 3D. طبعا أنت لما بتعمل أشعة للمريض، والأشعات النهاردة كل شوية بيصدر إصدارات جديدة منها، ده برضو تطبيقات من تطبيقات الكمبيوتر. وتطبيقات الكمبيوتر مع الإلكترومغنيتيك ويف والإنفراريد والكلام ده بيديني لما صور صورة للمريض يقوم عامل لي ليها شكل تاني للصورة ثلاثي الأبعاد. هيفيدني في إيه؟ هيفيدني في حاجات كتير جدا، إن أنا أبقى أحاطة كاملة بمجال العمود الفقري من غير ما أفتح فتحة كبيرة وألف وأدور حوالين الفقرات. من أحدى مزايا المنظار أنه بيوريني 360 درجة، أنا بدخل جوه بالمنظار أنافيجيت، يعني أنا داخل بالمنظار بدور في كل حتة وفي كل ركن وفي كل زاوية من غير ما أفتح، ده ممكن من ثقب صغير جدا. هذه الإبداعات هي بالضبط كده زي إبداعات اللعيب المحترف، ما هو في ميسي وفي صلاح وفي رونالدو وفي كتير، في واحد بيخلص الماتش في كرة من قد إيه وفي ضربة حرة في أي حاجة بيخلص بطولة، وفي حد تاني بيستعصي عليه الأمر. هي مهارة، تدريب طبعا، فوق كل ذلك علم من لدن حكيم عليم، شاء ربنا أنه يديه الحد ومشيئة ربنا. دايما لما بتحصل بتبقى لأي حد، مش أي حد، لحد مجتهد، حد مثابر، حد بيبذل مجهود، مش حد عايز يقلد حد وخلاص وياخد ويهبش ويجري. هي كده حقيقي اتعلمنا، إنما يعني إيه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أنت لما بتجتهد لازم تبقى مكافح في طبعا، وربنا بيكافئنا على فكرة، مش على إن إحنا عملنا ده ولا ما عملناش ده، على قد ما هو بيدينا العلم والمقدرة والرؤى. والرؤية دي من الحاجات المهمة جدا، الرؤية وبعد النظر بيدهولك، والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. كل ما اجتهدت وكل ما كنت قريب من الناس وتعامل الناس بما يرضي خالق الناس. هروح بقى لجراحات ثلاثية الأبعاد، إيه الميزات اللي ممكن ناخدها من جراحة ليها بعد العرض والطول والعمق؟ دي بتفيد قوي بقى في لما أعمل إيه بقى؟ تركيب غضروف صناعي، أنا هركب الغضروف الصناعي بتاعي في بنفس المقاس المطلوب للمريض بالظبط، هعمل تثبيت للفقرات، هثبت الفقرات وهعدل العمود الفقري بالزوايا والمعدلات المطلوبة بالظبط، هعمل للمريض عملية، دي من العمليات المبتكرة على فكرة والحديثة جدا، إن هو أنا بعمل تثبيت للفقرة بدعامة، الدعامة دي فيها مسامير لو بروفايل حجمها صغير جدا، هي طبعا احنا كده متكبرة، وبعملها بطريقة ان انا استغني بيها عن عملية كبيرة جدا بتتعمل في 6 ساعات والمريض بيخرج له فيها 2000 لتر دم، وممكن يطلع يقعد في الرعاية المركزة حقيقة، ولا زال الكلام ده بيتعمل واحنا 2000 ملي لتر عشان بس 2000 ملي يعني 2 لتر يعني 2 لتر دم مثلا، والمريض بيطلع رعاية مركزة وبيبقى عنده مشاكل كتير جدا. العمليات دي فادتنا في ان احنا نقدر نعمل العملية محدودة التدخل، وهنا دايما بقول لابد ان انا يبقى معايا نافيجيشن عشان اقدر اختار التارجت صح، احط في المكان الصحيح، ابقى استوفيت اللي انا عايزه بشكل دقيق جدا. انا هعمل تثبيت لفقرات اهي، الفقرات دي حصل فيها عدم اتزان
أو عدم ثبوت، وكان الكلام ده ما بنكتشفوش زمان بسهولة. النهاردة بنقدر نكتشفه بعد ما استأصل الغضروف داخل غرفة العمليات، عملت أشعة متحركة وأشعة ثلاثية الأبعاد، هتبان لي إن الفقرة دي بعد ما شلت منها الغضروف بقت ضعيفة، محتاج بقى أعمل حاجة، بس مش محتاج بقى أفتح للمريض بقى فتحة كبيرة ولا لا لا خالص. نفس الفتحة الصغيرة جدا اللي دخلت استأصلت منها بدخل أعمل تثبيت للفقرة، بحط دعامة، الدعامة دي عشان تبقى ثابتة في مكانها بشكل كبير وتتحمل الوزن بتاع العمود الفقري في منطقة زي الفقرات القطنية، هحتاج أثبتها من كل الزوايا، هثبتها فوق وتحت وعلى الجنبين، اللي هو التثبيت الثري دي، اللي هي أنا مسكتها بشكل كويس جدا بقى أصبحت جزء من العمود الفقري، فبالتالي المريض هيتحرك شمال، هيتحرك يمين، هيقفز، هيلعب، هيعمل أي حاجة، دي مش هتخرج من مكانها، دي أولا. ثانيا مش هينتج حولها تليفات تضر المريض أو تسبب للمريض ضغط على جذور الأعصاب فيما بعد. أهم حاجة بقى إن المريض مش هيحتاج يغير دي، ولا هتتكسر ولا هتبوظ ولا هتحصل فيها أي حاجة، هتفضل معاه مدى الحياة. يبقى أنا شلت الغضروف بعملية محدودة التدخل وعملت تثبيت للفقرة، حافظت على استقرار العمود الفقري، وبالتالي المريض ده هيعيش حياته بشكل طبيعي تماما، وهيعمل كل الأشعات، لأن دي لا تتعارض مع أي نوع من الأشعة، هي بتبان في الإكس راي لكن تنفع تعمل رنين مغناطيسي، تنفع تعمل أشعة مقطعية، تنفع تعمل جميع الأشعة. حذب إلى قضية طبية خطيرة جدا، هذه القناة العصبية حالة بدأت تبقى موجودة يعني مش بدأت تبقى موجودة، هي بدأ يبقى الشكوى منها موجود بكبير. هي طبعا من الأمراض الشائعة لدى الشعوب الأفريقية والشعوب العربية منطقة الشرق الأوسط، وأقل منها في الشعوب البيضاء، فإحنا بنشوفها عندنا كتير جدا. وعلى فكرة من الحاجات اللي خلتنا نعمل تعديلات كثيرة في العمليات الجراحية اللي علموهن أساتذتنا الخواجات سواء في ألمانيا أو في أمريكا، إن إحنا شعوب بتتميز بإن إحنا عندنا ضيق في القناة العصبية. على فكرة استخداماتنا للمنظار والميكروسكوب الجراحي والتقنيات الحديثة دي إحنا استخدمناها بقدرات ومهارات عالية جدا، لإن إحنا تدربنا واشتغلنا وحققنا معدلات نجاح في مرضى عندهم ضيق في القناة العصبية. التقنيات دي بتبقى صعبة فيهم على فكرة، ولكن زي ما هي صعبة فيهم هي سهلت للمريض حاجات كتير جدا. أصبحت أقدر أعمل مريض بيجي لي عنده ضيق في قناة العصبية على فقرة واحدة، أقدر أدخل بالمنظار ومعايا ما يسمى بالمايكرو دريلز. وعلى فكرة المايكرو دريل اللي هي اللي هي الحفار زي حفار كهربي زي الشنيور يعني، بس حاجة بالمايكرو يعني صغير جدا صغير جدا. والاستحداثات الحديثة النهاردة انه بدأنا نعمل نستخدم الحاجات دي بالالتراسونيك. الالتراسونيك يعني مش مجرد كهرباء او هواء زي ما كنا بنستخدمها زمان. بالالتراسونيك بتدينا خاصية مهمة جدا، ان عندما بتيجي عند الانسجة الرخوية اللي هي الغضروف او الحبل الشوكي او العصب بتتوقف عن العمل اوتوماتيك، ودي خاصية مهمة جدا جدا، بتخلينا نعمل توسيع في مجرى الأعصاب، توسيع للقناة العصبية، توسيع للضيق اللي موجود عند المريض بجراحة محدودة التدخل كان بيتفتح فيها الظهر زي ما بيقولوا ضبة ومفتاح. نورتنا وأسعدتنا. ضيف العزيز الأستاذ دكتور يسري حميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة والمدير لمستشفى نيوروسباين للجراحات المتخصصة، واحد من رموز جراحات المخ والأعصاب في مصر والوطن العربي، كان في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو.